اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقب مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الله يصبحكم بالخير والرضا والسرور ويحييكم ترحيب المطر والسيل، ويا مرحبا يا متابع الله يحييك ترحيب تنفي هالغلا والمودة. مرحبا بكم كل من حط شاشة التلفاز على قناة الواقع، وكل من يتابع برنامج النشامة، وكل من هو حريص على متابعتنا سواء في الهاشتاج أو على القناة أو على الجوال أو على اليوتيوب. مرحبا يا الفضلاء، الله يحييكم في برنامج النشامة اللي يستضيف النشامة ويقدم ما يعجب النشامة. حياكم الله جميعا، وحيا الله جميعا أخواني الحاضرين معي في هذا اليوم وضيوفنا الأعزاء، وأبدأ أرحب بهم من اليمين أخوي الشيخ إبراهيم الفرحان. الله يحييك يا شيخ إبراهيم. شكرا لك على إجابة الدعوة، وسامحنا عني أناك، لكن الله يكتب أجرك يا شيخ. الله بالعكس، أنا اللي استفدت. الله يجزاكم خير. الله يحييك يا شيخ. نعم. مرحبا بك والله. يا رب وإياكم. أيضا نرحب عمدتنا أبو صالح. يا مرحبا يا أبو صالح. عمده من بعدكم بك مرحبا الحاضرين والمشاهدين، وبيض الله وجيهكم وعلومكم طيبة، سلامة الجميع، سلامة الأسفار يا أهل مكة، سلمكم من عذاب. دعيت المجلس النشامة ومتابعينه ولا لا؟ والله دعيت النفسي قبل، مقدم على نفسه ما يجوز. طيب ما دعيت حتى المسلمين والمسلمات؟ لا جماعتهم وبشرك بإذن الله والله يتقبل. ما أنا يعني ما نقول إلا يلا القبول الطيب، سلامة الجميع. رحنا بس نبي منتزة ولا وجدنا. الله يجزاك. دورنا كلش مليان، كل ما جينا أحد وضربنا عليه بوري قال كذي ما في ما في ما في. قصدك فندق يعني؟ فندق ولا استراحة ولا غرفة ولا ما لقينا شيء. الحمد لله، هذا الدليل الحمد لله على أن السياحة عندنا ناجحة. يالله لك الحمد. هذا دليل نجاح الحمد لله. والله هذا من النجاح والحمد لله رب العالمين. مرة ثانية أكلمني أنا في جدة، أنا أسق لك السكن والسيارة وكل شيء. والله تدري تجي تلقاها جاهزة. تدري السقوه، لكن حنا ما ودنا بكلف تحت. الله يوفقنا. أيوة. وياكم الله يقبل منا منكم الطاعه يا ابو صالح. يا كريم الاكرمين تسلموا. اخوي الشاعر مسفر العاطفي، مرحبا ترحيب المطر. الله يجزيك ويبارك فيك ابو عبد الله، حييك وحيي الضيوف الكرام والضيوف الدائمين والمتابعين خلف الشاشات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في هذا المجلس من اللي يلقيكم ومغفر لكم قد بدلت سيادتكم حسنات يا رب. الله يا كريم. الله يسمع منك. الله يحييك. مرحبا اخوي ابو بجاد، الله يحييك. سلامة الاسفار. الله يسلمك وسلامة الاسفار انت. و صراحة يعني في المناسبة مبارك لمقدمنا الجديد أبو سعود. ونعم ويستاهل أبو سعود، قامة مشرفة في أموره كلها، وله قصور بإخواني، كل إخواني دولة كسبت أنا رجال، وهذا اللي يبحث عنها الإنسان في حياته، أنه يبحث عن صحبة تعينه على الخير وتدله عليه و يزيد هنا من العلوم المرجلة. وأنتم كذلك والله. الله يحييك يا أبو جاد. الله يحييك. ونحيي المتابعين لنا سواء عن طريق التواصل الاجتماعي بأنواعها أو عن طريق هذه الشاشة المباركة، ونقول لهم يا هلا ومرحبا، والله يجعلنا نقدم ما ينفعنا وينفعكم. الله يحييك يا أبو جاد ترحيب المطر، ويحيي من حضر. انا ابغاك تكلم لاجل اصب الشاهي وخلصت، وانا بدي الكاسه فيها. تبيني اكمل؟ المفروض تكمل لين خلص. لا لا الله يحييك يا ابو جاد. الله يبارك. ها انا يوم شفتك وصادف الكاميرا ما عادي. انا يوم اني شفتك احنا برنامج واقع. اسمع انا يوم شفتك طالع شفت انك تبيني اخلص. لا انا لاني شفتك مسكت الخط السريع وقلت اكيد انك بتشد شوي.
تشده عند الشباب يعني انك صامل. أيه. مره من المرات جاني احد اصدقائي شرواكم ورجال في خير ويحبني دكتور في جامعه الملك عبد العزيز وقال يا ابو عبد الله لازم تخف الوزن. قلت يا اخي ما قال ادخل نادي. قلت ما ابغى النادي وغير ادفع فيه فلوس ولا حضر. يوم قررت يوم ليه جايني قال تفضل يا ابو عبد الله هذا هديه من عندي يبغى يحرجني. حجزتك في النادي 3 شهور مجانا. والله عاد انا خسرت فلوسي ودك يا ابن بخيتان ولا كيفك؟ قلت انه لا هنا رجع هيا مشينا راح نشتري نبدا واروح اشتري بدا ولي البدا للرياضه يا اخي نخجل منها والله اني ما قاوس اني خجلان. قلت انا كيف بلبسها اطلع بها؟ انا من يماني في الكفاءه المتوسطه ما اطلع بدون شماغ خل عاد اطلع بدون ذو المطره ما اقول شادها. ولي معي احدى الورعان الله يصلحه فيصل اصغرهم اصغر واحد يحاين فيه استغرب وخبرني انا ويحاين فيه اول ما بديت بالرياضه وقبل النادي بساعه وعاين فيه وانا هرول ولا امشي. يوم جاي يوم قال يا ابوي اقول لك حاجه بس ما تزعل. قلت لا. قال كانك شادها شوي. وقعد 3 ايام واعود اكون بالنادي واعود عنده. قلت يا ابوك عني فكيت الشداد كله والمحازم كلها خلاص ما حد الرياضه. لا والله الله يطول عمرك ومن يسمع. صبحك الله بالخير يا ابو مشبب. ايش الزين هذا ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لعيالك بك يا ابو مشبب. حريص ما شاء الله تبارك الله. مبروك مبروك. من انا ولا هو؟ طيب احنا كنا جربنا قبل شوي. يقول المايك يمكن ارتكيت عليه. ابو علي الفني الخاص. انه والله جربنا قبل الحلقه لكن يمكن انك ضغطته ولا يمكن ما. ها تفضل يا ابو مشبب. عود مكانك ابو علي. والله ما ادري لكن تفضل يا ابو مشبب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. طيب يا ابو مشبب معليش روح لهم يصلحوا المايك ونرجع لك. ما اشتغل الله لا يهينك. انا الرجال برا امتري. شوف المهندس موجود. ايضا البرنامج سر نجاحه في الاعضاء اللي يتواجدون فيه. ومعنا احد الاعضاء اللي احبهم على الصعيد الشخصي قبل القناه ثم بعد القناه انا متاكد ان حتى انتم احببتوه. شخص كريم شخص مجمل شخص فيه خير وكان وافق انه يكون عضو معنا. والحقيقه الزميل اللي كان معي اخوي رعد البتال واقدم له التحيه والشكر مسافر خارج المملكه والارتباطات العمل فلا لم يستطيع ان يكمل. فرشحنا ابو سعود وهو كفو للتقديم وكفو للعلوم الغانمه وعلومه كلها تعجز الرجال. انا سولف انا ابو صالح انه جاي ابو سعود وعلمته وقلت يقولون من اول وش مواصفات الشيخ؟ ما هو بالشيخ وش مواصفاته؟ قالوا راعي الباب المفتوح والكبش المذبوح والصدر السموح الدموح. وانا اقول انها تموافق كلها في ابو سعود. ما شاء الله ما شاء الله كفو. يلا حي ابو سعود. نهني أنفسنا بك يا مذيعنا المتألق. الله يطول عمرك وأنا أهني نفسي بكم وبالمشاهدين وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نقدم ما هو مفيد وما هو جديد وما يرقى إلى ذائقة المشاهد الكريم والحاضر الكريم يرقى إلى كريم ذائقتهم الراقية. والحقيقة أشكر ثنائك وأثنيت على أخيك تستاهل وهذا من حسن ظنك في أخيك وجزاك الله خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون يا رب ويغفر لنا ما لا تعلمون. وأشكر أخي أبو بجاد وأشكر أخواني جميعا الذين باركوا لي وكلموني وتواصلوا معي وأشكر المشاهدين لأنهم هم اللي يعطونا البور ويعطونا الدافع للعطاء والمزيد في التميز والتألق. وأشكرك أنت يا أبو عبد الله مرة أخرى على تألقك الدائم الله يحفظك في تقديم البرامج وأنت أستاذنا الأول الله يرفع قدرك في الإعلام جزاك الله خير الله يرفع قدرك. ولا يفوتني أن أشكر الضيوف الكرام الذين استجابوا لدعوة البرنامج وحضروا هذا اليوم وشرفونا بالحضور وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن نجد في هذا المجلس ما يفيد وما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. ها شفت يا أبو بجاد الخبرة المذيعين شافني مشغول أصب واصل. بعض الضيوف مالي لدربي بعض الضيوف ينقذ المذيع لا شاف المذيع كذا. بعض الناس ما شاء الله عليه حتى يبدأ سالفة من حاله لا شاف الوضع. أبو عبد الله هو خلاص
مذيع متألق هم انك انت بعد مثله لكن بعد انا مذيع لو اني مذيع كملت وانت اقول وانت متحدث انجلي ترى المجال مفتوح تبي يوم نحطك مذيع حطيناك ابد انا معك وانت متحدث جيد يا ابو الله يحفظه ويحفظك ومن يسمع ابو علي صبحك الله بالخير الله يصبحكم بالرضا والسرور ويوفقنا لكم بالخير صباح لكم خاص ومحبه الخاصه وللمتابعين امام الشاشات ونقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ربي وزدنا علما اللهم نسألك البركة في 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 الذكر وفي العمر وفي المجلس. اللهم امين. الله يحييك يا ابو علي ويحيي اخويانا كلهم. ايضا احد الضيوف الاعزاء اللي حضر معنا اليوم اخوي يوسف الدود. الله يحييك يا شيخ يا مرحبا. الله يحييك ويبارك فيك. وسهلا من الجميع وفرحانين حقيقه بالمشاركه واسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميع التوفيق وان يسددنا واياكم. ويجعل هذه القناة بركة علينا وعلى المسلمين. آمين يا رب العالمين. ويجعلها لسان صدق إنه جواد كريم. وفقكم الله جميعا وجزاكم الله خير الحاضرين والمستمعين والمشاهدين. أسأل الله التوفيق للجميع. الله يحييك يا شيخ شرفتنا ومرحبا بك ومرحبا بجميع من حضر معنا. الله يحييكم. كما عودناكم أن كل يوم نختارنا موضوع ونحرص على المواضيع اللي نرى لها أهمية عند الناس، خاصة إذا كان هذا الموضوع ينفع الناس في دنياهم أخرى، ولا فيه عندنا يعني ما فيه واحد منا عنده أغلى ولا أهم من هذا الدين، لأن ما خلقنا إلا للعبادة في الأصل. إحنا مخلوقين لعبادة الله سبحانه وتعالى، وجعلت لنا هذه الحياة ميدان اختبار من عدل الله جل وعلا، أنه جعلها اختبار ليرى من يطيع ومن يعصي. الله يجعلنا وإياكم من الطيعين. وهذا الدين يا أخواني كأنه البيت، هذا كأنه مبني بناء، أما خيمة ولا بيت، البيت ولا الخيمة مستحيل إنها تقوم إلا بعمدة، تشل هذا السقف ولا تشل هذا الخيمة. وعمود الدين وأساسا في بناء هذا البيت اللي هو الدين هي الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه. فمن اتصل بالله جل وعلا يبشر والله بكل خير في الدنيا والآخرة، ومن قصر فيها نسأل الله أن يهديه ويهدينا ويثبتنا وأنتم على طاعته ورضاه. الصلاة أمرها عظيم، وهي يعني من الأركان اللي ما يعفى فيها الإنسان على أي حال. ممكن الصيام أنه يعفى إذا كان مريضا على سفر كما تعلمون، ممكن الزكاة إذا كان ما عنده مال يعفى، الحج ممكن يعفى، كثير من الفرائض عند إذا ما تستطيع تعفى، إلا الصلاة ما يعفى. لو يصلي جالس أو يصلي نائم أو يصلي حتى لو إماء برأسه، الصلاة ما يعفى حد منها، من عظم مكانتها، ولأنها الركن الوحيد اللي فرض على رسول الله في السماء العليا كما تعلمون عندما أسرى به صلى الله عليه وسلم. عن هذا الموضوع ودنا نتكلم عن أهميته، ولا ودي أستأثر بالحديث عن ضيوفنا، ولعلنا نبدأ مع أخوي الشيخ إبراهيم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحقيقة يعني بادئ ذي بدء، نرجع الوراء، لماذا كان يعني آباؤنا وأجدادنا ومن قبلهم من التابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا مهتمون اهتمام شديد بالصلاة؟ لماذا الصلاة يعني متعلقة في قلوبهم؟ ولماذا بدأ الآن بعض الشباب والشابات بدأ يخف عندهم؟ لابد أولا أن نعرف ونتكلم عن السبب. آباؤنا وأجدادنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون الصلاة قرة عين لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، يتعبدون الله عز وجل بالصلاة، يرون أن سكينتهم وراحتهم وطمأنينتهم في الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك الواحد منهم حتى الرسول كان إذا حزب اهتم من أمر فزع إلى الصلاة. ليش؟ يجد فيها الراحة، ويجد فيها حل المشكلة، ويجد بطبع في كتاب بطبع الصلاة تشتمل على القرآن، والقرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. تجد أنك وأنت تقرأ القرآن أو تستمع للإمام تجد أنه يتبادر إلى ذهنك وهو يقرأ
أو وأنت تقرأ تستمع أو تقرأ يتبادر إليك أشياء وأشياء كثيرة تجد أنك محتاج إليها في حياتك. لذلك من كان قبلنا كان الصلاة يعني ليست أساس فقط، إنما هي حياته. حتى أن يعني قريبا آباؤنا الواحد منهم إذا فاته ليس صلاة، فاته ركعة ركعة، لو فاتت تكبيرة الإحرام تجد الحزن صحيح. الحزن سائر اليوم عليه. ليش؟ فقد شيء صعب، فقد يعني يعتبر أنه أخطأ وأنه يعني. أما لو فاتت الصلاة هذا أمر والعياذ بالله يعتبر عنده يعني طام وصاخ، يعتبر شيء لا 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 يغفر أن تفوته الصلاة كاملة. حتى أنه يعني يذكر بعض الفضلاء أنه يوم الأيام أتى إليهم يزورهم قريب لهم، قال ما بال فلان، ما بالش فيه، عليه الحزن، قالوا ويبكي، قال اليوم فاتته الصلاة، لم يدرك الصلاة، فهو فيه حزن يومه كامل. ليش؟ لأنه حس بقيمة الصلاة. في الحقيقة ينبغي لشبابنا وفتياتنا أن يعني يرجعوا إلى هذا الأصل، يعرفون أن الصلاة تعبد لله عز وجل، يعرفون أن الصلاة صلة بين العبد وربه، يعرفون أن الصلاة مفتاح الرزق، مفتاح البركة، مفتاح الخير، مفتاح كل أمور الدنيا والآخرة. أنت الآن يعني ستخرج من بيتك تطلب الرزق، ستخرج من بيتك تطلب العمل، ستخرج من بيتك وفي بيتك مريض، وقد أو تذهب بمريض أو طيب، أنت تطلب الله عز وجل الشفاء، تتأمل من الله عز وجل وترجو من الله عز وجل البركة في عملك، البركة في رزقك، البركة في صحتك. طيب من أين؟ إلا أن تكون قريب من الله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجد نعم. وأقرب ما يكون صلة بينك وبين الله عز وجل الصلاة، صلة لا واسطة، لا تحتاج أن تذهب إلى فلان. لو أردنا الواحد منا لو أراد أن يذهب إلى دائرة وإلى أو إلى محل تسأل من فيها الدائرة هذه، المكان لها الفلاني، من فيه؟ فلان، السلام عليكم، السلام، عندي موضوع والله أبغاك توسط لي، أبغاك تدخلني على الرئيس. أما بينك وبين الله عز وجل لا واسطة ولا شفاعة أبدا، مباشرة ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أبدا. وأنت في الصلاة وأنت أقرب ما تكون من الله عز وجل ادعو الله عز وجل، ستجد الخير، ستجد البركة، ستجد الفتح، ستجد الراحة واللذة في صدرك وفي نفسك وفي حياتك كلها. وبدون الصلاة حقيقة أنت لا شيء، ضائع ضائع. الله المستعان. وافتح المجال صدقت الله يجزاك خير على ما قلت. أخوي الشيخ يوسف، لو ما ورد لنا في تشريع الصلاة إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن ترقى فقد كفر، هذا يكفي لأهمية الصلاة وعظمتها. لكن بيقولنا قائل، حنا كلنا أغلب الناس الآن أغلب المسلمين يعرف أهمية الصلاة وقيمتها، لكن ما هو الحل اللي تراه للمقصرين؟ يعني يمكن في ناس يشوفونا الآن سواء كبير سن ولا شباب، التقصير عام الناس كلهم، ما ودنا نخص فيه عن فئة، مقصرين على الصلاة، وش تنصحهم به؟ إيش العوامل ولا الدوافع اللي تخلي الإنسان يرجع يحرص على الصلاة أو يحافظ على أوقاتها؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه الذي أجاب دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله وجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أن يجيب هذا الدعاء فينا وفي ذرياتنا، وأن يجعلنا وإياكم مقيمي الصلاة. الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت في الآية 45 آخر آية في الجزء 20، يقول عز وجل، اسمحوا لي أرتلها، تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتل ما أوحى
أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل وكما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقيمها هذه حصن بين الإنسان وبين الشهوات والمنهيات والمنكرات، فكون الإنسان يقيمها حق القيام هذا فضل الله عز وجل. وكثير من الناس يشتكي اليوم يقول كيف أنا أقع في الذنوب، كيف أقع في المعاصي، كيف أني أسمع الأغاني، كيف أني أقع في بلاوي وأنا لا أعلم لماذا أقع. حاولت نقول أقم الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يقول صلوا كما رأيتوني أصلي. والاهتمام بأمر الصلاة من أهم الأمور كما قال الشيخ إبراهيم مفتاح الرزق، أين نجد هذا بكتاب الله؟ في سورة هود يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا مفتاح رزق، إذا كان الإنسان يقيم الصلاة يعلم أنها رحمة ويعلم أن أداءها مع الجماعة رحمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة، ولكني أريد أن أعالجها بمعالجة غير يعني ما وقفت عليه من معالجات الناس. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أعمى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقين أنها أعمى، يعرف هذا الرجل وتعامل معه هو من صحابته، ومع ذلك هو الآن يتكلم للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرر له حتى يصل إلى حاجة في نفسه. فقال إني رجل أعمى. الثاني قال ناء الدار بعيد عن المسجد. الثالث قال لا أجد من يلائمني إلى المسجد، يعني وديني ويرجعني. الرابعة وأنا أطرحها كسؤال، يقول هذا الرجل رضي الله عنه يقول وبيني وبين المسجد هوام وسباع. في لغتنا ماذا يعني هذا الكلام؟ التهلكة. التهلكة، الخطر، الموت. انتهى الرجل من معاذيره وتكلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى حتى آخر نقطة وهي الموت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل، فقال هذا الرجل كلمة يا رسول الله أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ لا، لم يعني يطلب رخصة في ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، لا، وإنما أراد فقط أن يصلي في البيت بدل أن يصلي في المسجد. فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال له عليه الصلاة والسلام نعم، لكن هل أقر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الرخصة؟ لا، أتى الوحي ونحن لم نره ولكن نؤمن. أتى الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذا الرجل هل يسمع النداء؟ إذا أجابك بنعم فقل لا أجد لك رخصة. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الرجل أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. ممن هذه؟ من أرحم الراحمين الذي منع الرخصة في مثل هذا حتى وإن كان يخاطر بحياته. نعم، حتى وإن كان يخاطر بحياته يأتي إلى الجماعة ويصلي معهم لأن الجماعة رحمة وإلف ومحبة واشتياق وطمأنينة. يا إخواني تذكروا بس بهذا، يعني أنا أريد أن أبرز أهمية الصلاة وأهمية صلاة الجماعة التي حرمنا منها يوما بسبب ما، وهي أيام كورونا. صحيح،
أغلقت المساجد ولا يا شيخ؟ صحيح، أغلقت المساجد في أيدينا أمامنا، الله المستعان. نعم، لأسباب، الله لا يعود، وهذه الأسباب بلي. الحمد لله، يعني شوف دولتنا ولله الحمد حريصة على وقايتنا ووقاية شعبها الكريم حتى لا يقعوا في بلاء، فمنع الصلاة في المساجد لهذا السبب. وجدنا الوحشة، صلينا في بيوتنا وأدينا الصلاة. أنا صليت في بيتي صلاة العيد بأهلي أول مرة نصلي في البيوت، فوجدنا الوحشة، وجدنا الضعف. الجماعة رحمة قوة، ولذلك لم يعذر هذا الأعمى أن يصلي في المسجد لأنه أرحم به حتى وإن كان يخشى الموت. فلما نتأمل يا إخواني في هذا، ولا أريد أن أطيل، لما نتأمل في هذا نعلم أن الصلاة لها أهمية عظيمة، ولذلك هي عمود الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم: الصلاة نور. الحديث طويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وشبابنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأنفسنا الحرص على هذه الصلاة وتأديتها كما أمر الله عز وجل، وكما كان السلف رحمهم الله يؤدونها، والذين لم يكونوا يعذروا أنفسهم وإن كانوا عميان أو مرضى حتى يؤتى بالرجل، وهذا بين الرجلين تخطان رجلاه في الأرض من الوجع والمرض، ومع ذلك لا يجد لنفسه رخصة ولا يعذر نفسه حتى يصل إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. وفق الله جميع، اللهم وجزاكم الله خيرا. الله يجزاك خير يا شيخ يوسف. والله الحقيقة كما تشوفون أنتم ونشوف حنا إن أغلب المحافظين ذا الحين على الصلاة في الصف الأول هم كبار السن، ومن يعني أتعبت رجليه ولا ما عاد يقدر ولا أصيب بعض الأمراض، بل بعضهم يشوف بعض المقاطع يدفونها على العربية ولا يمشي على عكاز، يلا. وبعضهم عما شفناه في مقطع مادي لعياله حبل من بيته إلى المسجد يمكن شفته. يا إخواني ترى ما هو بل ما هي بهي بس النشاط والصحة اللي تسوق الرجال الصلاة، اللي يسوق الرجال الصلاة وطاعة الله. هذه الروح إذا أيقنت بقيمة هذه الصلاة وأهميتها واستشعرت هذه الطمأنينة وهذه الراحة وهذه السعادة في الحضور في بيوت الله جل وعلا وفي مناجاته، وفي يقول الشيخ علي الطنطاوي عن الصلوات هذه لمنها أذن المؤذن قال: الآن وقت رفع المعاملات. الله، يعني الطلبات الآن نقعد نمسي في الليل ونقوم من النوم ونصرح الفجر لله تعالى، نقدم الطلبات عليه: يا رب أعطني خير هذا اليوم، يا رب ارزقني، يا رب احفظني، احفظ أهلي، احفظ مالي، استودعك الله من نفسي. نبدأ نطلب الحي القيوم، نرفع المعاملات. هم يجي الظهر مثل هم يجي، والصلوات هذه تنقية للعبد، تنقية وشيء من الهموم والأحزان، كما قال الشيخ الله يجزاه خير الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال، الراحة في الصلاة. وبعدين هي يعني أمان للخائفين، إذا استوحشت من أمر أو استوحشت عليك بالصلاة توضو صل. أيضا هي إنشاء دفع من الشياطين، لما أنك غضبت توضو صل يروح عنك الغضب. أيضا هي سعادة وراحة. يا أخواني أنا لاحظ من استشعر هذا الشعور تلقونه حتى ما يطلع من المسجد. تلقون بعض الناس الموفقين يجي قبل الصلاة يمكن بساعة ولا نص ساعة، وأنا شفتهم والله، ويقعد بعد الصلاة يمكن ساعة نص ساعة، يمكن لو إن المسجد ما يقفل ما طلع. طيب هل الرجل هذا ما هو زينا عنده شغال؟ ما هو بزينا عنده جوالات؟ ما هو بزينا يحب الدنيا؟ هو زينا، لكن استشعر حلاوة الإيمان واستشعر قيمة هذه الصلاة فحافظ عليها. احنا والله يا اخواننا في هذه الدنيا ما نبقى قائمون، نحن راحلون ونحن مسافرون. والله يا اخواني والذكي منا والفطن اللي لقوا له ميده العرب، ترانا بنسافر بكره لجدة ولا بنسافر لأبها، تجهز. الذكي منا واللي في عقل بيقوم يجهز اغراضه ويجهز، لانه مسافر، يجهز عفشه ويجهز ملابس، ان كان رايح البرد خذ ملابس صوف، وان كان رايح الحر خف من الملابس، وان كان مكانه مقطع اخذ له قهوه، اخذ له اكل، اخذ له عيشه، اخذ له ماء، وشيك على سيارته. هذا العقل يقول كذا. ها ترى الدار الاخره مثل هذه سفر مثل هذا السفر يا اخواني، والله المثل الاعلى. حنا مسافرون يا اخواني. وتذكروا القصه الملك اللي قال ميد اثنين: انا حكمت عليكم بالنفي بعد كذا سنه في المنطقه الفلانيه عندكم، فكل منكم يتجهز. الذكي منهم راح لهذه الديرة اللي بيروح لها بعد 5 سنين، قام يزرع فيها وقام يبني فيها وقام يحفر الماء فيها وقام يجهز نفسه سبل الحياة إذا انتقل إليها. وأما الثاني قال لا، بقعد بكرة باكل بكرة إلين وصل الحكم. هذاك راح في صحراء قاحلة مات، وهذاك راح في نعيم وحدائق وبيوت هو أعدها بيده. وكذلك المثل لهذه الدنيا، احنا نعمل يا إخواني الحياة الباقية وهي ما بعد الموت. ها
هذه الحياة هي مجرد جسر، جسر. الدنيا اللي تشوفون هذه وهي لمتع، ترى والله العظيم إنها مجرد جسر من بطون أمهاتنا إلى باطن الأرض فقط. وهذا الممر، أما نتزود وخير الزاد التقوى، والله يجعلني وإياكم منه. ولا خير ولا 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 أظن يعني رجل ذاق حلاوة الإيمان قصر في الصلاة ولا ترك الصلاة. والله أن يجينا قضايا أخواني، مشاكل أسرية ومشاكل شخصية ومشاكل في الأبناء ومشاكل، إن أول من أسأل واحد نقول أسألك بالله كيف صلاتك؟ ما عمره جانا واحد عنده مشاكل يقول والله أني مقصر شوية، والله أني أصلي وأترك، والله. لكن أما اللي اتصل بالله تعالى على طول، خمسة فروض فرضها الله علينا كلها تزويد لنا طاقة يا أخواني. نقوم الفجر هم نصلي، أول شيء تهت ذنوبنا عنا، ثم تفضى صدورنا، ثم ترق قلوبنا، ثم نخشع لله تعالى، ثم نتزود، ناخذ طاقة وناخذ دروع حماية. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، إلى صلاة الظهر، من أجل صلاة الظهر مثل، تزودنا ونزلنا ما علينا من هموم. هم نروح من أجل العصر مثل، تزودنا ونزلنا، هم من أجل المغرب مثل، كما في الحديث. يعني لين ما يبقى الإنسان من ذنوبه شيء ويشرح الله صدره. الله يجعلنا وإياكم المقيمين. أبو صالح، بما أنك إمام الله يقبل منا ومنك ويجعل عملنا أعمالك خالصة لوجهه أكثر من 40 سنة. ما أنا إمام، ساعد إمام. لا أنا أحطك إمام وعمده بعد. أنا حاطك إمام وعمده، لكن هذا من تواضعك، الله يرفع قدرك. الله يجزاكم. إيش رأيك يا أبو صالح؟ إيش الفرق؟ يعني الأولين كيف كانوا حريصين على الصلاة مع أن كانت المساجد ما فيها فرش؟ ولا فيها مكيفة ولا فيها ميكروفونات تبلغ الأذان، وعلى ذلك كانوا يتسابقون، بل بعضهم في بعض سمعنا القصص يقول بعضهم لفات الصلاة قاموا يعزونه، يعزونه في فرض الإفاتة. وذا الحين كل شيء مهيأ، نروح المساجد الحمد لله، والله أنه في قصور، في قصور، السجادة تغطس فيها الرجلين من نعومته، والمكيفات ترن، والمويات، وحتى التمر يحطونه لك، يعني كل شيء موجود في المسجد. إيش ظنك يا أبو صالح الفرق بين ذولا وذولا؟ والله الفرق المسلمين فيهم خير حتى تقوم الساعة بإذن الله تعالى. وفيت وكفيت، والصلاة أمرها عظيم يا أخواني. الصلاة هي الصلاة، مثل ما قالوا مشايخنا جزاهم الله خير، الصلاة هي الصلاة بين العبد وبين ربه، لا إله إلا الله. لا قطع الصلة، لا خل الصلاة قطع الصلة بالحي القيوم، لكن يقول خلك دائم مع الله، احفظ الله يحفظك، وكن مع الله يكون معك. أما يا أخي ضيع وقتك بشيء ما ينفعك. أنا يا أخواني صرنا مع البادية قبل الله أعلم 70 سنة أو أكثر. كانوا البادية ينزلون وتخبرون البدو يروحون علشان حلالهم، يبعدون عن بعضهم، لكن المسجد وين يحطونه بالوسط. من يوم ينزلون هم حاطين لهم مسجد بالوسط، وصايرنا عليه مثل الدائرة، لكنهم بعيد عن بعضهم، الحلال ما يجي بعضه. والله يا أخواني أنا لاحظتهم إن لا من جاء الثلث الأخير من الليل لحن نسمع مؤذن يذن وين بالمسجد، ما شاء الله. هذا قالها الأذان الأول، صدقت، يعني قبل بساعتين، ما في ميكروفون، لكن الصوت مع الفجر يمدي يروح، يسمع البعيد والقريب. المهم أنا أسمع اللي قرشتهم شيبان وعوتيهم، وفيه حصى وفيه وديان وفيه سبحان الله ديبان وعقارب، لكن ما يردهم الشيء ذا. العمى يقودونه، والشايب يمشي بمركاعه، والله انه يجي ويتسنن ويفرح ويعين خير حتى انه يذن المذن الاول. ولذن المذن الاول تسمع الناس يقرؤ مثل ونين الحمام، سبحان الله العظيم، اليمين واليسار اغلبهم على صدره، سبحان الله، لا فيه نور ولا فيه شيء، لكن يقرؤون القران. ولما يقرا القران يقرا لو انه من اصغر السور على المشايخ اللي عندهم ويحفظون، والقلوب مزبله يا اخواني. يذكرني قصه وانا يمكن ابوه، الله اعلم، ابوه 5 سنين او بهذا الحد. كنا بشرقيه القصيم، منطقه يقول لها الاسياح، النفود اللي هي الثويرات شرق منا، والله ما هي بعيد، حوالي 7 كيلو. يا اخواني لاحظت ملاحظه غريبه، سبحان الله العظيم، حنا كل ما يجي رمضان نشوف ان نار يم الطعس بعيد حوالي 7 كيلو. كان فيه جراد، هالجراد من اول لجي الجراد يروحون ياخذون خياش ويروحون للجراد، الجراد وين مرتع يصير بالنفود. يقولون حنا نمشي على هذا السراج
حتى انهم يصلون لهم قبر يقول ثم يطفي النور. هذا بخر رمضان انا شاهدت بعيني، ما اقولي قال يا اخواني انا ابو 5 سنين او بهذا الحد، والله انا لا جاه اخر رمضان ولعت لمبه يما الفجر، نيه الفجر حنا نصلي غرب وهذا شرق منا، وانها تولع لين انه يشق الفجر اسراج، ويقولون عاد على هالقريه يقولون هذا سراج الشيخ فلان رحمه الله يوم انه يصلي بخوياه التراويح والقيام سبحان الله جعلها الله قدام العيون. انا لاحظته حوالي 3 رمضانات كل ما يجي القيام الاخير والله ان يتفرج به ما شاء الله حول الله اعلم الثلث الاخير من الليل ان السراج عامر عامر ولا منه طلع الفجر هذا لانه ما شوف له تالي، ومثل الزابله ومثل الزابله بالاخير رحلنا وخليناهم. تشاهد واهل القريه يقولون هذا قبر فلان ابن فلان جزاه الله خير يعلق سراجه برمضان خص، كان يتمعون على الباديه والله سبحانه وتعالى يوري او يمكن الله اوراهم. شفت انا من ضمن اللي شاهدوا السراج اخواني دونه يمكن حوالي الله اعلم 75 سنه لا اله الا الله وانا اكثر بس تصغر نفسك. لا 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 هذا انا خابرك يعني قبل 5 سنين تعديت 100 هذا الحين بتنقص الله يكرمك اكرمتني واكرمت الحاضرين، لكن انا تراي ماني سبيل بالحين تراي متوجه للمية اذا بالعمر بقيه. انت كبير قدر يا ابو صالح ومن يسمع سال الله ان يمد في حياتك على طاعته ومن يسمع وكبرستن. هذا نعمه للانسان، نعمه لمن شابت لحيته في طاعه الله والتوحيد وفي المسجد وفي طاعه الله سبحانه وتعالى. شرب الخير بشرب الخير. واما الكبر في النبي جينا كلنا، الولد اللي يضحك على ابوه كتفته الروماتيز رجليه يقول سذيه ويمشي. قال يا ابوي انت ما يدري الولد يا ابوي انت علامك مكتف. قال يا ولدي اللي قيدني ترى يفتل قيادك يعني اللي جابك بجيبنا. فالعمر جاي يا ابو صالح، لكن جعلنا نقضي هذا الاعمار فيما يرضي الله. والموت جاي ما في كلام ما في كلام تسبو ما في كلام يا ولد الباب للموت، ترى الموت لجاك الموت خلاص ما عاد عندك شيء، لكن توكل على الله. شايب يقولون انه تصدق بثوب، يقول يوم من هذا يقول يطلع يقول يجيه سبحان الله العظيم الموت، يقول وعقبه ينبه شوي ويثم له من هذا جاء، ويقول يا ليتني تصدقت بالثوب الفلاني، لا يقول يا ليتني تصدقت بالثوب الجديد، يا ليتني تصدقت بالثوب الجديد سبحان الله العظيم. المهم بالخير وش اللي صار؟ قال وش اللي تصدقت به؟ قال تصدقت بثوب جرد. خبر لما جاء الثوب الجديد يحطون على ثوب جرد للشغل ولا الأعمال وهكذا، يقول يا ليتني تصدقت بالثوب الجديد. فصل الله يا أخواني أمرها عظيم والصدقة أمرها عظيم. سلامة الجميع يا أخواني. سلمت الله يبيض وجهك. وذكرتنا المحور الثاني لحلقتنا اليوم الحمد لله، وهو محور مهم ونعيده كل يوم لأن نرجي لنا ولكم الثواب من الله تعالى، فالدال على الخير كفاعله. الحمد لله وصلها أمرها عظيم يا أخواني، مجرد ننوه ولا ندري والله أنكم تعلمون. والحمد لله يقول لك الدين واضح، ما عندك يا لحد شيء من الدين. الحمد لله قد الدين مع الناس مخابيهم في الجوالات هذه، ابحث عن كل ما تبغاه تلقاه. والصلاة يا أخواني نور، والصلاة سعادة، والصلاة راحة، والصلاة اختبار لك. من نجح في اختبار الصلاة نجح في باقي حياته، ومن رسب في اختبار الصلاة رسب في حياته كلها. اللي لقيت الرجل محافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين يدري أنه موفق ويدري أن الله يحبه لأنه اللي سخر الله سبحانه وتعالى. واللي لقيته مقصر فهو على خطر، أسأل الله العظيم أن يجعلني أنا وأنتم ومن يشاهدنا ومن يسمعنا من مقيمين الصلاة والمحافظين عليها. وادعوا دائما يا إخواني، ترى الإنسان نفسه ضعيفة، ادعوا دائما قول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وأجل الذكر وأنبله هو الصلاة يا إخواني، والصلاة هي ذكر أصلا. الله يجعلنا وياكم من المستخدمين والمستعملين في طاعته ورضاه، يوفقنا وياكم وينفعنا ما قالوا مشايخنا الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم كلهم. عندنا سؤال الحلقة كما عودناكم، والسحب عليه نهاية الحلقة من الهاشتاج، وعليه 150 نقطة تهديها لأحد المتسابقين. وسؤالنا اليوم سهل جدا جدا، وهو يقول التالي: كم فرض صلاة فرض علينا في اليوم والليلة؟ كم فرض صلاة فرض علينا في اليوم والليلة؟ السؤال يعني، أو كم عدد فروض الصلاة؟ السؤال بسيط، ارسلوا الأجوبة على هاشتاجنا اليوم. كاريزما كم اليوم؟ 22 كاريزما 22 ولا 21؟
كاريزما كم اليوم يا حسن؟ كاريزما 22، كاريزما 22 هاشتاج اليوم، ارسلوا الاجوبه كم عدد فروض الصلاه المفروضه علينا في اليوم والليله، والله يكتب اجرنا واجركم. المحور الثاني اللي عندنا وهو هذه المبادره اللي نرجي الله تعالى يتقبلها منا ومنكم. والانسان زي ما قلنا في هذا العمر مجرد اختبار ورحله قصيره سوف تنتهي بدون ما ندري. خلقنا في هذه الدنيا وما استشرنا وبنخرج منها بدون ما نستشعر. وجينا لهذه الدنيا ونحن نبكي ومن حوالينا يضحك فرحانين بهذا المولود. والصالح منكم إن شاء الله سوف يرحل من هذه الدنيا واللي حواليه يبكون على فرقه وهو مبسوط يتنعم. الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. فالواجب أن نتزود بالأعمال الخيرة في هذه الدنيا ونعمل، وحتى العمل اللي ما نقدره ندل عليه، لأن في الحديث كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وتعلمون أننا قائمين على هذه المبادرة النبيلة وهي وقف اليتيم بمكة المكرمة. هذا الوقف الذي يعتني ويهتم بفئة غالية علينا وهي فئة يعني قدرها كبير في الإسلام. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. يا أخواني اليتيم اللي فقد الأم أو فقد الأب أو فقد كليهما ما له بعد الله تعالى إلا أنتم أيها الخيرون والخيرات في هذا المجتمع الطيب المبارك تقومون على رعايته. والحمد لله أن الله سخرنا هذه الجمعيات، والله يعز دولتنا اللي صرحت لها ونظمتها وحوكمتها وراقبتها واختارت من عليها من قائمين بالأعمال وسوتهم مسح أمني وسوتهم جميع الشروط والأنظمة لكي تضمن أن أموالكم وصدقاتكم وزكواتكم سوف تنصرف في الوجه الصحيح اللي أنتم تبغونه بإذن الله تعالى. فالحمد لله هذه الجمعيات كفتني وكفتكم في بعض المهام اللي هي يعني هي من باب التكافل بين المسلمين، لأنكم كما تعلمون أن مثل توادنا وتراحمنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واليتيم يمكنه ابن عمي ابن عمك من جماعتي من جماعتك ولد جارك ولد خالك، بعضهم متعفف بعضهم ما يبغى يقول أنا محتاج. فهذه الجمعيات تعتني بهم منذ ينخلقون في هذه الدنيا، ثم دراستهم في الابتدائي والمتوسط ثم الثانوي ثم حتى الجامعة، تشري لهم بيوت وتزوجهم وتوظفهم وتقوم بهم. وهؤلاء يا أخواني لن يستمر هذا العمل إلا بالعطاء وخاصة من مثلكم وشرواكم. فنحن في هذه البرنامج يعني نبغى يكون لنا ولكم بصمة، نبغى ندلكم على باب خير ونقول هذا الباب يا مسلمين تسابقوا إلى الخيرات، وإن شاء الله أن ما نندبكم إلا العلم أن يرضي الله تعالى ويجملكم في الدنيا والآخرة. الكريم صفة يحب الله ورسوله، وعز الكرم وذروة سنام الكرم هو إذا كان لله تعالى، إذا كان في الإنفاق على اليتيم وعلى المحتاج وعلى المسكين ودعم هذه الجمعيات، هذا أنبل وأجل الأعمال يا أخواني. الوقف في مكة المكرمة البلد التي يضاعف فيها الأعمال، كما تعلمون أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وقالوا بعض العلماء أنها قس عليها جميع الأعمال الصالحة في مكة. والوقف في مكة المكرمة، والوقف هو نفع متعدي عدادات ما توقف حتى بعد موتك إلى أن يبعث الله الأرض من عليها، والوقف شغال حسنات تجي عندك. وبشركم المساهمة بسيطة جدا، السهم العام 300 ريال فقط لا غير، يعني ما هي بشيء يا أخواني. حط اسمك يعني حضور في كل وقف في كل دعم الجمعية في كل ما تشوفه يدعم المسلمين، وأنت راك المحظوظ. ترى الله غني عنا وعن أموالنا وعن صدقاتنا، والله إنه غني عنا وعن الدنيا هذه كلها، ما تسوى عند الله جناح بعوضة الدنيا هذه كلها. أصل لو الدنيا عند الله مهمة ما أعطى منها الكفار والملحدين واللي يعصونه عنهم يتنعمون، بل بالعكس بعضهم يمكن عايش في طبيعة في حياة أحسن من طبيعتنا، أنهار وحدائق ينعمهم الله تعالى، لأن يدري إن هذه الدنيا ما تسوى عند الشيء. العبرة في الآخرة يا إخواني. فأدعوكم وأندبكم أنا وجميع من حضر معي وأنا وضيوف الدائمين وضيوف اللي حضروا معنا اليوم وكل من يحضر معنا يا إخواني، كل من يحب الخير يتمنى أن يشارك في مثل هذه الأعمال حتى لو بالكلمة. حنا بنفتح اليوم لكم أيضا مجال الاتصالات، الأرقام تشوفونها موجودة على الشاشات، اللي يبغى يعني يهدي سهم لوالده لوالدته لمن يحب لأخوانه لنفسه لأحد من له فضل عليه يتواصل معنا، ونسعد بأخذ اتصالاتكم إذا أمكن ذلك مع المخرج أن يأخذنا اتصالات فما في مانع. ونسأل الله العظيم أن يستخدمنا ويستخدمكم في طاعته ورضاه. شيخنا وش تقول في مثل هذه الأوقاف؟ والله هذه الإنسان يقدم لنفسه حقيقة، صدقت الإنسان يقدم لنفسه. وقبل هذا هي خلف مخلوفة، حسنت، وقبل
الناس احيانا حقيقه ينبه على قضيه. بعض الناس يعتقد انه والله اذا انفق 1000 ريال بيجي 1000 ريال، يعني في تصور الناس ان مال بمال. لا يا اخوانا، الامر اعظم واكبر من قد تنفق ريال 100 ريال تعطيك سعاده، تعطيك راحه، شفاء، رزق، تسهيل من الله عز وجل لا تعلم، يخلف ولا شك. كلنا عندنا يقين كامل بأن الله يخلفه. الخلف كيف؟ هذا عند الله عز وجل. وثق بالله عز وجل، ثق بالله عز وجل كيف سيخلف عليك؟ الله كريم سبحانه وتعالى، فهو يخلفه، بل وهو خير الرازقين. فأنفق من نفس طيبة وستكون أنت يوم القيامة في ظل هذه الصدقة، كما في الحديث. نعم. يعني يوم القيامة الناس في شمس وفي حر وفي كربة، وأنت في ظل صدقتك حتى يقضى بين الناس. يعني أمر عظيم حقيقة. بس يكفيك هذا، يكفي 100 ريال 500 ريال وستكون في ظل صدقتك إلى أن يقضى في يوم كان مقداره كم؟ 50,000. وين يعني؟ الله. سنين وأنت في ظل هذا الصدق. حقيقة أنا أهيب يعني بنفسي وبالمشاهدين أن يبادروا بالصدقة، ففيها خير كبير. الله يوفقنا وإياكم. آمين. أخوي الشيخ الداود، سم الله يحسن إليك، الصدقة هل هي تنقص من المال ولا تزيده؟ هل هي تبارك في المال ولا تخلصه؟ يمكن بعض الناس يقول يا أخوي تبوني أتصدق بي حرويت بي، الناس مستلمين رواتب اليوم. يمكن بعض الناس يجي الشيطان يقول يا ولد أنت عندك قسط للبنك وعندك قسط التويوتا والمرة تبغى كذا والعان تبغى كذا، خلي الصدقة بعدين، قدم هذه الأمور وهي ضرورية ما فيها كلام، لكنها كلها أمور دنيوية وهي يجر عليها، حتى صرف الرجال العيال يجر عليه، لكن هناك ترتيب في الأولويات. وش رأيك يا شيخ، هو اللي يحط الصدقة في الأول عشان تتيسر مع الأمور الباقي هذه الخمسة ويبارك الله في الراتب، ولا يبدي يسدد ويخلي الصدقة؟ ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والصدقة سبحان الله هي البركة، فكلما ازداد الإنسان نفقة كلما أخلف الله عليه عز وجل في الدنيا والآخرة. الإنسان يكون في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة كلما تصدق الإنسان، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، عدل التمرة هذه التمرة اللي بين أيدينا يا إخواني يمكن ما تجي ولا نص ريال ولا أقل من هذا بقروش، من تصدق بعدل تمرة يعني بما يعادل التمرة من الدراهم أخذها الله عز وجل بيمينه، فرباها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فكم في شق التمرة من الحسنات. الله. شق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، كم في شق التمرة من الحسنات. الله أكبر. الله عز وجل مدام عدل التمرة يأتي مثل الجبل يوم القيامة. الله أكبر. ذلك فضل الله عز وجل، فنسارع قبل لا يروح الراتب في أكله وفي شربه وفي سفره وفي يعني أشياء يعني في هذه الأمور، وتروح مع الدنيا، لكن هذه اللي ستبقى، هذه التي ستبقى والتي يعني يتلقفها الله عز وجل جل وعلا كما أخبر عن نفسه، وستكون عند الله عظيمة، بل يعظمه الله عز وجل إن كانت صغيرة في عينك، إن كانت ريال أو 10 ريال أو 100 ريال، فأنت إن كنت تقلل هذه الصدقة فهي في عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. جاء رجل بصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يجهزون جيش العسرة، فقال بعض المنافقين إن الله غني عن صاع هذا وعن بر هذا وعن شعير هذا، ولكن قال الله عز وجل في ذلك: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. مثقال ذرة ستراه. الله أكبر. ستراه مثقال ذرة خيرا يره. فالخيرات يا إخواني يعني عظيمة. أقول لإخواني المشاهدين: بادروا، سارعوا، لأن الله عز وجل قال في آخر سورة المنافقون يقول: يا ليتني قدمت لحياتي
يقول في آخر سورة المنافقون ماذا قال الله عز وجل؟ ذكروني في بداية الآية يا إخواني، ماذا قال الله؟ نسيت الآن بدايتها. شيخ شيخ إبراهيم ما معليش كنت مع الجوال شيخ. بداية الآيات اللي في سورة المنافقون في آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. نعم أكمل يا شيخ. اختبار لنا في القرآن اليوم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أول شيء صدق فأصدق، ما قال أصلي، ما قال أستغفر، ما قال أذكر الله عز وجل، لا أصدق لعظم شأن الصدقة. فالمبادرة قبل لا يروح الرويتب في الحاجات اللي تعرفون، المبادرة أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم النفقات وأن يكتب لنا لكم ولكم الخلف إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا آمين. والله فرصة بعد يا مشايخنا الفضلاء هذا اليوم، أن اليوم يعني يوافق الرواتب، وهذه الرواتب يا أخواني هي باب رزق للناس، بل كل منا حريص أنها أقل شيء أنها تكفيه طول الشهر لين يجي الراتب الثاني، وأنها يبارك الله فيها تسدد ديونه وتقضي احتياجات أهله وتقضي احتياجاته الشخصية. فالأدعى لبركة هذه الرواتب أن نبدأ هذه الرواتب بالإنفاق لو بالقليل يا أخواني. السهم قلنا 300 ريال، ما هو شرطك تدفع 300، إذا ما تستطيع لو 100 ريال، المهم أبغى لك حضور في كل علم غانم وفي كل مشروع خيري خلك حضور. وهذا المشروع أمامكم الآن، جمعية يعني مصرحة ورسمية وتحت مظلة الدولة والرقيب ومعروفة والقائمين عليها معروفين والوقف معروف وشفته الآن في الشاشات، يعني بإذن الله تعالى أن أموالكم في مكانها الصحيح وفق النظام وفق القوانين المتبعة في البلد. فقدموا يا أخواني، لعل الله إنه يبارك لكم في هذا الرواتب، لعل الله إنه يرزقكم بالخلف اللي قالوا المشايخ في الدنيا والآخرة. وأبشروا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث، ما نقص المال من صدقة بل تزده بل تزده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصدقة يا إخواني قصصها كثيرة كما تعلمون، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في الذرية، بركة في الأوقات. والبركة هي أهم نعمة وأفضل نعمة إذا طرح الله عليك زانت أمورك كلها. ولا لا يا أبو مشبب؟ تفضل يا شيخ. الشيخ عندك تفضل. نعم، فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سلمك الله يعني في بركة الصدقة. رجل سمع، وكان رجل يمشي فسمع في السحاب اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، الأمر من الله عز وجل يأمر الملك أن يتكلم إلى هذه السحابة فتسقي ذاك. الله. فيأتي يمشي الرجل والسحابة أفرغت ما فيها وذهبت في شجرة من الشراج حتى وصلت إلى تلك المزرعة. جاء ذا الإنسان هذا فقال من أنت يا فلان يا عبد الله رحمك الله؟ قال أنا فلان للإسم الذي سمعه في السحابة. قال والله حصل كذا وكذا، سمعت اسمك في السحابة الله التي هذا ماؤها، ماذا تصنع؟ قال أتصدق بثلث ما يخرج من هذه لا إله إلا الله المزرعة وأرد فيها ثلثا وأكل ثلث. الصدقة صدق الصدقة حتى السحاب غاثة الصدقة بإذن الله تعالى. الله الحمد لله. الله يجعلنا وإياكم متصدقين. معنا اتصال من الأخت مها، إذا الاتصال جاهز. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، ارفعي صوتك بالله يا أختي الكريمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله يا أختي مها، تفضلي. تفضلي يا أختي. ما في صوت عندنا. ألو. أيوة تفضلي يا أختي، أسمعك. صوت واضح. أي تفضلي، ارفعي صوتك، حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. أبي أتكلم عن الصدقة. تفضلي يا أختي. الصدقة بارك في عمر العبد. أحسنتي. تشفي كل مريض. أيوة.
تصدق المسلم. ما نسمع يا اختي مها، الصوت في مشكله يا من الكنترول او من المتصله. اي تفضلي. اقول تصدقون تتقربوا من ربي بالصدقه، الصدقه تطفي غضب الرب. احسنتي. وتبارك لك برزقك. وصى النبي بعد عن الصدقه، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. ما شاء الله، احسنتي يا اخت مها، احسنتي. وابغى منكم تدعوا لبوس. أسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. حي ولا ميت الوالد؟ لا حي مريض. أسأل الله أن يشافيه ويعافيه ويمد في حياته، والحمد لله ما دام عنده ذرية مثلك وهذا الكلام الطيب وهذا الحرص، إن شاء الله أنه على خير وأنتوا على خير، وابشري بالخير. تتحدثين عن الصدقة وتدعين للدعاء لأبوك بر وصدقة وعلم غانم، أبشري بالخير يا مها. أسأل الله أن يحقق جميع أمانيك. شكرا يا مها، شكرا. أسأل الله أن يشافي والدها ويشافي. الناس حريصين حتى يبغون يتصلون يحدثون عن الصدقة، يبغون يكون شركاء معنا في هذا العمل، ولا لا يا أبو مشبب؟ إيش تقول في الصدقة يا أبو مشبب اللي خذ الرواتب اليوم؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الصدقة يا طويل العمر نور، والصدقة يا طويل العمر بركة، والصدقة يقدمها الإنسان ما بيلقى قدامها إلا ما قدمت يديه من مرزقه، وما اتخر هذا للورثة الله أعلم. فيهم الصالح وفيهم الطالح. أسأل الله يصلح شبابنا وشبابكم وشباب المسلمين بحق الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض. آمين. فالصدقة على كل حال سبقونا المشايخ على الله يحفظهم ومن يسمع بالحديث عنها، وهي في الحقيقة ظل الإنسان يوم الله سبحانه وتعالى يقول هل بعض الناس يوم القيامة يتمنى أنه يزيد له وزن شعره في ميزانه لو حسنة. نعم صدقت. نعم ها، يجيه من الصدقات هذه شيء يرجح بالميزان انتسع مني صدقت. وثم يدخل بسببها الجنة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن الله يوفق الجميع وكل من يسمعني، وصلى الله على محمد. اللهم والله يا أخواني إن أحيانا لا فكرنا في الصدقة هذه إن نخجل من الله جل وعلا، والله أن نخجل يا إخواني، لأنه جل وعلا هو المتفضل علينا بكل شيء. تفضل. نعم. علينا أول شيء بالحياة، إن الله خلقنا هذه الحالة النعمة يا إخواني، ثم تفضل علينا بالهداية أن هدانا إلى الإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة، كم من ضال على وجه الأرض، ثم رزقنا بهذه الأموال. الأموال هذه اللي حنا جبناها بعضلاتنا، كم والله من قوي عضلاته وقوي بنية وذكي 100% ذكاء، أظن يسوون اختبار طلع 100% وما يلقى عشا ليلة، وكم والله من واحد ضعيف حيل وشخصيته ضعيفة وعقليته ضعيفة، وتلقون البنوك توذى من أرصدته. هذه أرزاقي قسمها الحي القيوم. طيب كيف نخجل من الله؟ الله تعالى هو اللي أعطانا الأرزاق هذه، هو اللي نعم علينا بالفضل هذا، هو اللي أعطانا المال هذا، ثم يختبرنا في جزء بسيط من هذا المال. يعني الآن رزقك الله براتب مثلا وظيفة، والناس كلها تتمنى الوظائف الأيام هذه، والله يبارك لكم كلكم في رواتبكم. الراتب هذا مثلا نقول 15,000 ريال شهريا. طيب الله يختبرني ويختبرك في 200 ريال 300 ريال تدفعها لمن؟ هي لله؟ حاشا وجل وعلا سبحانه، عن صدقاتنا وعن أموالنا وعن الدنيا كلها وما فيها. هل هي تنفع اليتيم والفقير؟ أول شيء تنفعك أنت، هي رفعت لك أنت في الدرجات من يوم تنوي وتدفع هذه الصدقة، وهي رفعت لك في الدرجات وستر لك في الدنيا ونجاة لك في الآخرة وبركة لك في مالك وأنت في ظلها يوم القيامة. وكم نعدكم نخلي يا أخواني، ثم مساعدة لأخوك المسلم في الله. يا أخواني أروا الله من أنفسكم خيرا، قدموا ما ينفعكم أنتم، والله لا يبدأ أختم مخابينا ولا مخابي المشايخ، ونبرأ إلى الله منها كلها، والله يغنينا وأنتم فضلا عن من سواه، والله أنها من حساباتكم لحسابات الجمعية اللي عانوها في مكة للوقف. أسأل الله أن يجعلنا وياكم من اللي يتبعون ما يرضي الله عنا وعنكم. وللكلام عن الصدقة بقية، وباقي إخوان ما أخذت منهم مشاركات، لكن يقولون في المثل مقابل الجيش ولا مقابل العيش، فنقول مرحبا بالفهود على الماجود. الله يحييكم يا ضيفان، لو هي بالغلا والقدر ذبحنا غنم المزاحمية كلها لكم، ولكن حنا وانتم قدوات
ونبغى نبين للناس أن البساطة حتى في المأكل والمشرب هي واجب علينا يا أخواني. والتبذير ما هم من ديننا ولا هم من سلومنا، ترى حتى سلومنا لا هم من ديننا ولا هم من سلومنا، ترى حتى سلومنا وعاداتنا يكرمون شيباننا وشيبانكم، لكن ما يبذرون، يكرمون في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح والمن يستاهل الكرامة. شرواكم شروا من يسمع. تفضلوا الله يحييكم. الكلام الهبقية إن شاء الله. تفضلوا 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 يا شيخ، تفضلوا تفضلوا. الله يجود على معزبنا اليوم اخونا مسفر العاطفي القحطاني، والحقيقه انه كان يبغى اكبر من كذا، وانا حلفت عليه وقلت لا يا مسفر نبغى فطور متواضع، وحنا نمثل الان قدوات ما دام نطلع في الشاشات، ما نبغى كل يوم طليان ومفطحات يقول ايش هذا، بس نبي نشارك الجماعه ما شاء الله تبارك. لا 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 يوميا يا ابو سعود، هي في الاسبوع مره، ما هذه ما فيها كلام، في الاسبوع مره. الله يبقيك يجود عليك ويطول الشحم ويعافيكم. نسمع مسرط يبغونك في الكنترول. مسرط قد يفطر يا اخي، هذه حركات من حسن. افطر افطر شافك من ديتيدك اصلا ما بجايك مسرط حتى لو كانت تقولها يا حسن. تفضل يا شيخ الله يحييكم. قال له بجي الله يحييك. الله هذا زين. طيب ابو بجاد احنا ما اخذنا منكم مشاركه قعود بجاد الان ابو بجاد وابو علي وابو سعود واخوي مسفر ما اخذنا من مشاركات، فودنا الان هم يعطونا مشاركاتهم. لا لا مشاركاتنا طيب بناكل هذا مشاركه، تبغى مشاركه مني قول هي هذا انا مشارك مضبوط. سلام عندك شيء؟ تفضل شيء. سلام حطه لهند الله يرفع قدرك. الحمد لله حليب بسم الله يا رب. والله يا اخواني طراها ابو مشبب، ما دامكم ما تبغون تسولفون انا اللي بسولف. اي والله سولف. يوم يقول المال هو صدق المال ما حارث ولا وارث. والله يا اخواني انا شخصيا انا اني اول ما بجيت جده فتحت لي مكتب عقار في احد احياء جده، واستجرت لي عند مسلم، نسأل الله أن يعفو عنه جميع أموات المسلمين من أحد قبائل المملكة، هم من أثرياء جدة، تاجر ما شاء الله. وحتى أني كنت ألومه كان يعني مقصر على نفسه، وذيك الأيام أول ما وردت الجموس السوبربان هذيك اللي شكمانها حنة ميتين ميتين عليها أنا وديبه ودي 94 وما يحركه 94 مغير واحدة من فتحات العمارة حاطها موقف له يدخلها في المحل ذا مساكن عليه، ثم عاد أنا طالبها علق عليه ويقول يا أبدوي يا أبدوي، قلت حبكت ما تطلع جبس تعطني خلنا تمشى عليها ما رشع ما أنا بعبي بنزين حبكت جبس خذ بروح درب عيالك روح تمشي رحت ولا حاجة. مقابلنا هذا العمارة ولا باقي جال جودي معه إلا بتلاجة شاهي أبو ضغاط هذه، وهو عنده من الأموال من الخيرات سبحان الله العظيم. فأقول معدي يا رجل رح رحت نعم يا بالحلال الدنيا بتروح والله يا ملك الموت إن يجيك فجأة بدون لا سابق انذار ولا علم هم يأخذ هذا الروح ما تدري عن اللي وراك، انفق لله وانفق لنفسك. بعدين 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 كلمت واحد كلمت الشيطان كلمت واحد بسوي مساجد مدري وين بحفر أبار وفريق يا باقى الشيطان يقول لك كذا. ترى الشيطان يا إخواني ما يجيك يقول لا تصلي، لا ما يقول هلا تيجي تسوي يخرك على الصلاة لذ المذن قال تو هذن لا قام وقال يمديك تلحق الركعة الأولى لا خلص الركعة قال شوي لين تروح الصلاة عليك ياخذك بالتدريج. هو الصدقات مثل ما يقول لا تصدق، لا يقول اصبر أجلها، وترى أي عمل لله تعالى تأجلها ترى يضيع عليك. بادر يضبطك بادر كل من المتسابقين. المهم أراد الله تعالى وتوفى بعد ما طلعت من عندهم أنا، وسبحان الله العظيم اختلفوا عياله على الورث. نعم والله يا اخواني يشهد الله على ذلك، وراد الحي القيوم انهم يجون عندي يعني من عرفه اني اصلح بينهم، جلستهم عندي وحاولت اصلح بينهم. المهم الشيطان دخل بينهم اعوذ بالله. يوم جاء بعد فتره وانا ادق على واحد منهم كيف حالك فلان عساك اربكم صلحته، قال والله باقي على معنا عليه. قلت طيب ابوكم فلان يا اخي تراني احبه في الله، ان كانكم سويتوا له مسجد ولا سويتوا له عمل خيري يا رب علموني خلني اساهم معكم ترى يستاهل. ما قدم له توقعون ايش قال ولده؟ يقول له ما قدم من نفسه قال ليه يا ابو عبد الله ما قدم من نفسه؟ ليه يا ما حي باخلن علينا نتسلف
وانت سلف عيشة عيالنا ونسواننا وهو مستكن على الدراهم. لا حول ولا قوة. شح على نفسه شح علينا. نعم. اللي ما عاد يدري هو بعدها بيتصدق الولد ما غير الكلمة اللي قالها من زعل. فأنا انبهت يا اخواني واقول اسال الله هني. هذا ما قدمت يمينه. ها شفت؟ هذا ما قدمت يمينه. فالراهيم يقول ابوه مشببه انفقوا وحدكم في الحياة. كلام صح. والله اني يا طويل العمر ولا الف ابو سعود ولا من يسمع. ما عليك ترى في الاكل كله وده انه انه يسكت واحنا نتكلم لاجلهم يفطرون وانا وياك رايحين الفطور. ما عليك اقول له دخل الخطيب. اذكر لك رجال عنده اموال طائله والرجل انا ماني بعرفه لكن يذكرون الناس انه كريم شرفه من يسمع وعلومه غانمه ولكن عنده اموال لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. انا ما ادري الله ما. ذري ذري ويوم الله سبحانه وتعالى اخذ وداعته والله انهم اعتقبوا عياله عند الورث وان منها الان محلات بغى يسويها مستشفيات وبغى يعني عرض كبير من المباني انها موقفه هي الان. هل هذا اللي اعتقب مع اخوانه على الورث وأوقف الورث وسبب المشاكل هذه كلها ملتهم به؟ لا والله أنا يا أخي كل ما عندي إذا طلب أخوي الكبير أعطيتي كل ما أملك. لو يطلعني أنا وعيالي من بيوتي أعطيته. يا سلام هذا العاقل. هاي شايف؟ فكيف يا طويل العمر انسع مني إذا اختلفت أنا وإخواني وسرتي على ورث الدنيا؟ كيف بذكر ابويا ولا امي الله رحمهم الله او بذكرها انسع مني نفسي؟ معناته ان هذه يا طويل العمر الانسان فاحنا وصيتنا ومن هذا الوقت الطيب وهذا القناه المبروكه اسال الله يحفظ كل من قام عليها امين وكل المشاهدين امين ويرزق المتسابقين ان شاء الله بطاعه الله اول ما يكون ثم ما تجود لهم انفسهم يدورون له. أن اللي يقدمه الإنسان في حياته لنفسه يلقاه قدامه نعم. أقول التهموا نفوسكم وأنا لا تواخذوني أولا فوالله أنا عندي ثنتين من السماعات واحدة منها ضاعت وصار الصوت عندي وبعض الأشياء ما أفهمها مرضي. ثانيا يا طويل العمر فالشيباني يروحون ويجون في بعض جابلك الله أقول علومك زينة كلامك زين وسمعك ما شاء الله تبارك الله يا بالك صبيتين جديدة اسمع الكلام لا تقوم تعذر بالاذن ولا شيء وانت وجه مبادي ما انت بشايب يقول سعد بن جدلان نجعله في الجنه يقلط له شايب عند الملاقى صبي الله انت سعيد بن مشبب من روس بني كبير غامض ما عليكم زول مقدم عرب ما عليك من السماعه لو تعطل الاذن ما عليك منها الله يطول عمرك وعمر من يوحي كيف شوقتني ايوه محلاتنا عبد الله أقول فيه والمدح ما يرفع براس الهداني والسب ما يقصر يدين اني طلت صدق والله انك تستاهل يا مشبب من يسمع سالم وغان اسلام يا ابوي اقول فيها وحده وبعض الحريم يلهمها الله سبحانه وتعالى حصيله طيب زوجها حسنا ما اعرفها لكن اعرف صدقاتها جزاها الله خير راس زوجها كبير سن وهي الظاهر صغير السن الظاهر كان صغير السن ولازمته ومعه حتى تجلس معه في التنويم بآخر عمره حوالي 95 ما شاء الله وتقول ماني رايحة أروح من أبغى رضى الله عني صرفت زوجها رضت لكن الأهم بذلك أنها قبل فترة يعني مشافت أن الأمور مدحدرة وأن الأولاد ما أدري صالحين لكن ما تدري قالت أبو فلان قالت ليش ما تبني مساجد تشوف حاجات كذا قدم قال طيب كيف اسوي يقول هو قال خلاص خلي الامر لي تسمح لي قال نعم سلام وهي تبني مجموعه مساجد وتبني اعمال خيريه في كل مكان ما شاء الله حتى اولادها ما يدري قالت انا صالحه ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اظهر بذات الدين تربت يداك لاجل تجي مثل هذه وجراها الان بعض التجار اللي قايم على اوقافهم الخيريه نسائهم طيب. وعلى ما قال الشاعر يقول الطيب تلقاه في رجال ولا في مرة الطيب هم غير الرجال في سيدات أعمال في جمعيات أعرف أنا قائمة على سيدات مدرسات معلمات أنا أعرفهم أنا مسوين جروبات
كل ما جاء جمعيه ارسل رقم الحساب فيه صدقوا، قايمين بجمعيات، قايمين بكفالات ايتام، قايمين يا اخواني الحمد لله الخير موجود. وتبرع تبرعت في الجمعيه حقنا هذه يوم من الايام، الله يكتب اجرها باسم ام محمد، والله ما ادري الله يكتب اجرها. اي والله، فلذلك ما مات الا ويده ماسكتين عيده. الله ماسكتين عيده، تقول ما كاد يفكني لان كلمتني بالتليفون مره من المره، اقول هذه انا من نوادر الناس، انا طلعت انا اقول هذه من اهل الجنه وهي في الدنيا البيت اللي صبرت على هالعمر، تقول والله خير من الدنيا وما عليها ما ابغى الا رضا الله عني. يا الله يوم شفت ان اولادهم مقصرين شوي، الله يجزاه خير، بعض الحريم ادعوا له، حملت السيارات مقاضي وحاجات، حملت السيارات مقاضي واغراض وبطانيات وحاجات، وكنت مشرف على توزيع بعضها. ما شاء الله وانا والله ما اعرف الحين كيف تعرف ان الله يحب العبد ولا يحب المؤمنه؟ كيف نعرف؟ الله يجزاكم خير. توفيق. كيف نعرف ان الله يحب الانسان هذا او المراه هذه؟ توفيق. اذا شفنا الله ميسره في الطاعات، الله ولقينا رجله ويده خفيفه فيما يرضي الله تعالى، في صدقه، في صلاه، في وصل ارحام، في علم الغانم، في اصلاح بين الناس، تدري انه ان شاء الله الله رايد بخير والله رايد ان يرحمه تعالى، سخره في الطاعات يا اخواني. طراه برضو يوم تقولون العيال عندي قضيه صلح الان، لا لا جايت الاسبوع ذا يعلم الله يا اخواني، شهد الله على ذلك. اب تزوج وكبير في السن، مرته الاولى كبيره في السن وتعبت وراح تزوج، عيال كبار قدهم موظفين، وقام العيال والبنات ضاقوا عليه في ضيقة أمهم. الله في دق يشكي يقول بنيت لهم العماير، ما علي أعطيتهم الأراضي، أعطيتهم المحلات، والآن ما يسلمون علي، يهبوا ما يسلمون علي، هو باقي في الدنيا خل عاد لا يموت. طيب زي هذا هل هو يضمن لماتهم ينفقون عنه؟ يرثع فيها بس، ها يرثع فيها. أنا قلت ميادة ليت واحدة من العماير حطيتها في مسجد، والله العظيم يبيعها حطها في مسجد ولا يحطها في باقي يملك. إذا كان إنه يسمعنا الآن الله يتجاوز عنه، يمكن إنه يسمعنا اللي باقي يملك من مرزقه، إذا كان إنه يطيع نصيحة ينفقه الله، والله إنه ننسع مني ما يخلي إلا مصروف اللي يكفي، والله إن اللي سووا الحركة هذه فيه ما يريدون له خير ولا 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 يبرون بعد موته، حتى وان كان كلهم يسمعوني ان شاء الله ان الله ما يلحق. لا 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 صح كلامك صح، نظر صوت راسه يعاين وشرذي، طلب زواج يعطيه، طلب حج يحججه، طلب صدقه يعطيه، طلب انسع مني خدامه يقوم بها يلبي. نعم نعم يلبي. اما بالنسبه للحريم الله يجزاكم خير يوم ذكرتوه فيه حرمه، انا ابغى الناس يدعون لها. ابشر هذه يا طويل العمر انسع مني سعدة بنت غرسان من الحلفات، خطيبها عبد الله العلاطي رحمة الله عليه والدينا والده من الله يعفو عنها، شيخ من الشيخة راح وحنا بجدنا الحقه وندعو له إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر له. رزقها الله بثلاثة من البنات على ثنتين من الحريم، التالية منهن قالها ثنتين والأولى قالها بنت، ما رزق غيرها بعيال. أخذ الأنثى هذه الأخيرة وهي صبية، بنت سعدة بنت غرسان ابن من الحلفات الله يجزاه معروفين ونعمه معروف الله الله، ورزقها الله بثنتين من البنات وصابها العمى، الله المستعان، وعجز الله المستعان. اذكر لك يا طويل العمر انها 15 سنه او 16 سنه، والحرمه هذه يا طويل العمر تصلحه وتكله وتشربه ولا تخلي عنها حاجه، ولا قبل ضيفانه قالت يا عبد الله جاك ضيفان راحب رحب يا عبد الله وهو راعي ضيوف الله يجعله في الجنه، يلا رحب تسمع صوته من اقصى مكان، تسلا هان تسمع، وان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنها ويحسن لها الخاتمه. الله يجزاها الان هي في الشرقيه ولا ما ادري وين هي، بناتها تجوزن وابوهم باقي حي من جماعتهم وهم من خيار الجماعه الله يحفظهم من اسمع، وهي بقيت معه لين توفى. الله اكبر لين توفى وهي معه، فأسأل الله الكريم رب العظيم أسأل الله أن يعفو عن سعدة بنت غرسان الحلافي ويتجاوز عنها، ذكرها أبو مشبب الله يجزاه خير، وحنا ندعي لها وهنيئا يا أخواني، من طاعة ربها طاعة زوجها، الحمد لله من طاعة ربها طاعة زوجها. هذا على شكل واحد أمس رويت قصته أسلم في الحلقة أمس أسلم، ولا ما في مانع أن نعيد هذا، لا يعاد الكلام الطيب يعاد. هذا سلمك الله، هو شيء أن الإنسان يبادر قبل أن يغادر، حسن ما دامك مسيطر على مالك وتحت يدك وانت شيخ روحك وصحيح شحيح، قدم لنفسك لا توصي، قدم للعيد عم حي. هذا في المقام الاول. المقام الثاني اللي هي مساله القصه هذه، هذا رجل اعرفه
ايه اسمه عبيد لحيه الغانمه شروه من عندي شروك الطيب من الشيبان الخيري شروك الطيب ورجل يسلف الناس ويعطيهم ويدينهم ويصبر عليهم وعنده دفتر مليان من هالمديونيات رجل كبير في السن نادى ولده مبارك وقال يا مبارك تعال طبعا مبارك من اصغر العيال اسمه مبارك الولد الولد اسمه مبارك ماذا مبارك بذي البريه مبارك قال يا مبارك اقرا علي اقرا علي الاسماء اللي في الدفتر ايه فلان ابن فلان قال حط عنده علامه فلان ابن فلان فلان حط علامه حط علامه حط علامه المهم اختار مجموعه من هالدفتر الله المستعان قال شوف يا ولدي ان ما جحجلها من رجلها ولا سبق الاجل ومت هذا الجيل اللي انا علمت على اسمائهم معفو عنهم معفيا عنهم في الدنيا والاخره يا الله تكثر من امثال الولد موفق الله قال يا عبيد قال سم يقول لابوه كذا يا عبيد وصالح الولد الله يرحمه ويرحم ابوه كلهم مات يا عبيد قال سم قال شفت لي منه جاء شيء من الامور عقب عمر طويل والله ان احط له الدفتر في بطي وناخذهم قصص اخذ الدراهم منهم يا ما يبغى ينبق الان نبي دراهم ما اني بعافي انا احد عني علمك تبي تعافي ولا بتسوي شيء ذا الان قال رجل هذا كلامك يا ولد فلانه قال لي والله هذا كلامي قال هذا الدفتر هذا الدفتر ايه دلع ويشقق الدفتر كله قال عفوت عنهم لوجه الله قال الحين هذا الكلام الصحيح الولد ايه الولد صار الله يرحمه ويرحم ابوه ويرحم ابوانا وابوانكم ووالدينا ووالديكم يا ربي والله بعض العيال يعينون يعين اعان ابوه الحقيقه القصه اللي ذكرها الشيخ اللي ذكرها الشيخ انه ما ينفق الاخ اللي تقول ما ينفق اذا تفكرنا ايش اللي يقف بينه وبينه بين الانفاق الله عز وجل ذكر ذلك الشيطان يعيدكم ايش الفقر حتى لو عنده ملايين لا اصبر تراك انت ملايين هذه بتحط منه بالزود واصبر ترى المليار حتى لو مليارات ترى احطها منه بالزود وترى والله عيالك اهم وترى والله ذواري اهم واقاربك اهم ويروح لا اعطى عياله ولا اعطى اقاربه ولا اعطى نفسه ولا اعطى جمعيه ولا اعطى شيء لين تروح عليه هو الشيطان خطوات الشيطان يكبر الموضوع في نعم امامه نعم ويعدها الفقر تراك بيروح عليك فلوسك انتبه اصبر استعجل خلها بعدين حتى تروح انا اذكرني واحد بدل سد هذا وهذا وخل هذا انسى مني بدا الشيء اللي قدامك الان نعم وينسيه نفسه ينسيه انسى مني اليوم اللي يحتاج الصدقه فيه و و واللي تحت ايده ما عاد يوجد منه شيء صادق يعدون قصه عن واحد من تجار المملكه والله عدوها قال والله اني وزعت الماليه كله طبعا من تجار المملكه وتشاهدوا عليه قال واني ما خليت الا بيتي وسيارتي ومصروفي اليوميه والباقي كل ابوها هذا الشيخ الراجح يظن الله يغفر له الله يتجاوز عنه هو الراجح انا شفت اللقاء حقه لا اله الا الله هذا الاسره الموفقه يا اخوان قد واتم في كل والله انه موفق ابن من بازق والله في مثله كثير يا ابو سعود دراهم مواجد غير ما سووا مثله ابن من بازق عليه في الجنه كان يستلم 120,000 ريال راتب مئه ينفقها ما ادري من هو اللي منكم جاء عنده في الشيشان في مكه وش لها الششه وشاف المكتب حقه يعلم الله ان في خاطري ان المجلس هذا انها بالمراكي وبالفرشات اجمل من اكبر منه لا الكبر هذاك يمكن انه طويل شوي عنده ماسه هناك على اثنين وعندها وهو جالس هنا وقدامها واحد ويوزع وهو مرتبة وزير يعتبر ترى الديار الإسلامية ما جيته هو يتصدق على في الجنة هو والدنا والدنا اسمه لكن أنا جيته لأمور خاصة جيته في المحاكم في الرياض ورحت زاورت هناك في الششة وجيته عدد مرات ثم طالعت في مكتبه هناك عليه فرشة مثل هذه الله أعلم أنها مثل هذه ما غيرها شيء الله وما ستين الحمد لله ما صح على هاتنين كتاب وماصة جالسن هو على وامامه واحد وانا جالسن هناك على كرسي اتفاتى معه راح الله يجعله في الجنة خلى العشرين هذه تكفي عائلته ولا لا لا الاشياء اللي تخصهم والمية هذه حطه في كاس ينفقها شهرين
في سبيل الله. الله يرحمه. الله يجعله في الجنة. والله شيخ الشيخ بن عثيمين يقول إن زاره الأمير سلطان الظاهر في عنيزة. إيه نعم سمعنا. سمع الكلام هذا. وشاف بيته متواضع وأمر له ببيت. وحطها بالمسجد. وقال لا يا طويل العمر عطيتك مقبولة والله يجود عليك أبو خالد. لكن أنا أطلبك إني أخليها مسجد أو أحطها في جامع ولا لا؟ صح؟ سكن لطلبة العلم أو سكن لطلبة العلم بيت وعيا قال لا بيتي إذا يسدني. كل من تعلق قلبه بالله تعالى وعرف أن في هذه الدنيا راحل ليس مقيم زهد في كل ما في يده، زهد في الماء وزهد في العيال وزهد في الحياة هذه كلها وزخرفها يا إخوان. يا معزبنا ما بشركم إن مثالهم إن شاء الله كذي. رجل جاء من نجد مسافر يقول أبي الشيخ ابن باز يذكرون يقولوا جيت دخلت الرياض متأخر ساعة من الليل يعني. الله ساعة من ساعة من يقول لا ما أنا بقايمين في الليل لا لا تقومون لا خلص تفضل تفضل هذا حسن هذا بس ما الظاهر زعلان عشان هو بقاعد يفطر كل شوي يقول خلاص يقول يوم جيت لا أكيد الناس هو من خطبة يقول يقول نبغى خطبة العصماء يقول الناس كذا مسوي يقول دخلت في المسجد مسجد عند بيته مسجد قريب يقول تكيت على جو وليل وبرد يقول أدرت للرجال يا ولد يا ولد يقول له هو تمشي وراه مدري مرته مدري بنته مدري أحد من طلابه يدق فماسكنا العشاء السلام عليكم جاي بالعشاء جاي بالعشاء يقول ألذ عشاء قد جاني في حياتي الله يعبو وبرد الله يرحمه ذكر الشيخ حمد البابي أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى والدينا ومن لحق علينا افطروا يا ضيفان الله يكثر خير الله يجد عليك يا مسعود كثر خير ما افطرت والله ما افطر الله يحييك الله يحييك يغنيك الحمد لله الله يخلف عليك يا مرحبا حتى غطيانها غطيانها وطيانها وودها طلعها برا ياخذونها طلعها برا بياخذونها بيجي حسن ولا ابو جاد نادي العمال بالله ياخذ الفطور خلي بروح بروح المانا بروح اول ما نادي حسن اي اول شيء حسن نادي حسن خليها ابو شباب بدا اجل لها ورا طيب لا انت لا انت لا انت ولا خلها لا انت فق على غطى وين غطيانها الحجر دبيته قدام تشوفه قال نعم انا ابوك قال يا ابوي تشوفه قال لا قال عرفنا الحين وش المقصود يا ولدي سووا كذا الحين اصرفوا الكذا وحطوا الكذا وردوا الكذا وبنى وسوى واوقاف وصدقات النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول عليه الصلاة والسلام يقول يقول ابن آدم مالي مالي ما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أنفقت فأبليت وأكلت فأفنيت وتصدقت فأمضيت الله أكبر وتصدقت فأمضيت النهاية هذه هي الكلمة اللي يعني في عليها المدار وتصدقت فأمضيت ولذلك يعني اللي يتصدق ترى هذا برهان على إيمانه جاء في صحيح مسلم والصدقة برهان يعني شو برهان عليه على أن هذا الإنسان يدور ما عند الله على التقوى على أن الإنسان يبذل لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالبذل حسن. على أن هذه الصدقة بإذن الله تقيه مصارع السوء على أن الله سبحانه وتعالى سيضاعف له هذه الصدقة وسيبارك له فيما بقي الله كريم فكلها خير كل الصدقة هذه خير وبركة ونعمة من الله عز وجل نسأل الله يجعلنا إياكم ممن يعان على الصدقة وممن يؤتي ويعطي يا رب. لله عز وجل آمين يا رب العالمين آمين آمين الله يجعلنا وإياكم من المنفقين يجعلنا وإياكم من الليل واحد سلمك الله ذكروه يقول كان يشتغل ويعمل ليل نهار يوم الأيام تحت عمارة الله كبيرة رجال طايح ما يدرون إيش سبب طيحته جو شيل الرجال الإسعاف ويودونه يوم ودوه سلمكم الله في ناظرون للرجال والله
ويطعمونه مغذيات وكذا والله يقوم نشيط طيب ما في خلاف. وش العلم؟ قال خذتني نفسي واشتغلت. الله المستعان. مقصرا على نفسه. ايه ما ياكل. يشتغل ولا ياكل. الريال ما يدفع. اعوذ بالله من الشح. الريال يشح. الله عز وجل ايش يقول؟ ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. حتى نفسك ايضا. اي والله. تشح عليها. تصدق. حتى على نفسك كل. الصدقة إذا كانت على نفسك إن شاء الله خير ويرجع على نفسك. الإنسان يأكل أو يتصدق على نفسه يعين نفسه على طاعة الله عز وجل تراك على خير إن شاء الله. إنسان تصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. لأنها الصدقة وصلة. نعم. جامعتنا الثنتين. نعم الله. فكون الإنسان أيضا ينوي بنفقته على أهله في بيته أن هذه الصدقة وأنها نفقة تجتمع الثنتين نيتين. لأن تجارة العلماء النيات. إنما الأعمال بالنيات. فحصلت لك أجر الصدقة وحصل لك أجر النفقة الواجبة. الحمد لله. حصلت خير. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في أموالنا وفيما ننفق ويخلف علينا وعليكم بخير. أبشرك يا شيخ أنت وجميع المشايخ واخواني الفضلاء المتواجدين وحتى المتابعين ابشركم ان ما باقي من يوم الله خلقنا سمعنا ان في وقف اسس ولا كمل. الله قد سمعتوا يا ريي قد سمعتوا وقف ما كمل. ابشركم انها تكمل. ليه؟ بفضل الله تعالى ثم بفضل الخيرين والخيرات اللي لا سمعوا الحديث الطيب والنصائح المفيده اتبعوها وهم احرص منا على البذل وعلى العطاء وعلى ما ينفعهم عند مولاهم. الوقف هذا يا اخواني باذن الحي القيوم سوف أعلن عن إتمامه. سوف يتم سوف يتم بإذن ما الله. فيها كلام بإذن الله تعالى. أيوة الله. لكن العبرة هل سيكون لاسمك حضور في هذا الكشف في هذا البيان بيان الشرف وبيان العطاء وبيان المنفقين وبيان هل السخاء وبيان الكرماء فعلا هذه العبرة. هل بتسجل لنفسك حضور في هذه الميادين؟ هذه العبرة. وأما الوقف قايم قايم ودين الله منصور والله سبحانه وتعالى متكفل بعبيده سواء ضعيف أو فقير أو غني كلنا تحت رحمة الحي القيوم جل وعلا. باقي عندنا أخونا أبو سعود وأخونا أبو بجاد وأخونا أبو علي يعتبر وأبو مسفر بنأخذ من القصيدة لكن ما خذينا مشاركة من أبو سعود وأبو بجاد. في ذات أذنوا لي أبغى تعليقك يا أبو سعود على موضوع محورنا الأول الصلاة وأبغى تعليقك بعديها أبو بجاد عن محورنا الثاني الصدقة إذا سمحتوا. تفضل أبو سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن أساس السعادة سعادة المؤمن وأصلها وأسها وأساسها هي السعادة الروحية. أحسنت. متى ما كان الإنسان سعيد روحيا فهو بارك الله فيك هو السعيد في الدنيا والآخرة. والسعادة لا تتحقق حتى تحسن العلاقة بينك وبين الله عز وجل وتحسن الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن للعبد ستران. الله المستعان. ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. فمن أحسن الستر الذي بينه وبين الله أحسن الله الستر الذي بينه وبين الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. لا إله إلا الله. نسأل الله أن يسترنا وإياه. اللهم سلم سلم. فالسعادة الروحية بأداء ما أمر الله عز وجل عليك وما أمرك الله به في وقته وفي ساعته وفي تحديده. ومن أعظم الفرائض بعد التوحيد التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك يا العبد هي هذه الصلاة. فهي صلة بينك وبين الله عز وجل. فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع هذه الصلاة وفرط فيها فهو لما سواها أضيع. فتجد أهل الصلاة دائما موفقين الحمد لله مسددين مباركين مقبولين محبوبين. ولذلك يقول الناظم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا سلام. متى ما كملت سعادة هذه الروح سعدت في الدنيا والآخرة. الحمد لله. ولذلك
الصلاة هي أساس العلاقة بعد التوحيد مع الله جل وعلا. وما تقرب إلي عبدي كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صحيح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الله أكبر، وبصره الذي يبصر به، الله أكبر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، نسأل الله، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا تكمن السعادة وتكمن كمال الصلة بينك وبين الله إذا حفظت على هذه الفرائض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم، ويهدي شبابنا، ويهدي جميع المسلمين لأداء هذه الصلاة، فإنها إذا صلحت وصلحت صلاتنا وصلحت علاقتنا بالله عز وجل صلحت جميع أمورنا. سلام. هي الاختبار، أنا قلت يا أبو سعود هي الاختبار، من شفته موفقا في الصلاة ترى الله بيوفقه في غيرها، ومن شفته مهملا في الصلاة يعني هي حتى معيار تقدمك في هذه الدنيا أو تأخرك. إن كانك في الصلاة متقدم ترك دائما في أمور الدنيا متقدم، نعم، أمورك الدنيوية، في حياتك الزوجية، في حياتك العملية، في حياتك المادية تلقاك من أهل الأوائل. وإن كانك من المتأخرين ترك أيضا بتأخر عن كثير من العلوم إلا يمكن تنحرم الرزق وتنحرم السعادة وتنحرم الذرية الصالحة وتنحرم الزوجة الصالحة بتقصيرك في جنب الله تعالى. أخوي أبو بجاد، تكلمنا في المحور الثاني عن الصدقة والإنفاق، وأنت دائما لك كلام جميل في هذا المجال، تفضل طال عمرك. أول شيء المحورين الصدقة عندك أدري مرتبطين كما ذكر الله جل وعلا في مقدمة سورة البقرة. أحسنت. وجعلها الله جل وعلا من صفات، وجعلها الله جل وعلا من صفات المتقين، لما وصف الله جل وعلا أهل التقوى ذكر الأول يؤمنون بالغيب، والثاني يقيمون الصلاة، والثالث مما رزقناهم ينفقون. أحسنت. فكلها مرتبطة ببعض. والإنفاق يا أخواني شيء عظيم. هذا المال اللي لك ما هو الذي تكنزه اللي تنفقه؟ صح. لأن اللي لك اللي تقدمه أمامك، فالله جل وعلا سماه رزق، والله جل وعلا قال مما رزقناهم، ترى رزق من الله ما هو منك. أحسنت. ينفقون في سبيل الله جل وعلا. فالآيات في الإنفاق كثيرة والأحاديث كثيرة، ولكن يا إخواني هذا الوقف جمع لنا أمور كثيرة. إخواني خدمونا في الأدلة، لكن أنا بتكلم كإنسانية. أحسنت. أول شيء هذا الوقف يكسي اليتيم من العري، صدقت، يطعمه من الجوع، يرويه من العطش، يعلمه من الجهل، يحميه من الضياع، ويحميه من الضياع، نعم، يجعله لا يمد يده للناس. أحسنت. أبو علي أو مدري من المجلس ذكرنا كذا مرة، يذكرنا قصة أم الأيتام اللي إلين توجهت للجمعية كفتها الحضور عند المسجد، أو منيفة أبو عبد الرحمن أظن اللي قالها، أو ما يمكن أبو علي، والله أظن أنه أبو علي اللي كانت تجيكم عند المسجد. أبو علي، الله خير أبو علي. إيه، يا أخواني هذه الجمعية أول شيء أنها مصرحة الحمد لله. الأمر الثاني يا أخواني بالذات أنا أوصي اليوم، أحرص اليوم على صراحة، لأنه يوم رواتب من أخوان وخوات، راتبك هذا اجعل منه لله جل وعلا ما يكون لك وقاية يوم القيامة. أول شيء ظل مثل ما ذكروا المشايخ قبل، والثاني وقاية من جهنم. فإذا أنا بسألكم سؤال، إذا الله وقاك وأبعدك عن جهنم وين بيكون مصيرك؟ الجنة. جنة ما فيه إلا جنة ولا نار. جنة ولا نار، إن هديناه النجدين طريقين، هو طريقين. إذا الله أعاذك من النار أدخلك الجنة. الحمد لله. هذا المال أنت اليوم تجمعه ورايح تفترق أنت وياه، أما بفناء المال أو بزوالك أنت من الدنيا. الله المستعان. هذا المال أنت وياه بتفترقون، والله لو تجلس أنت وياه العمر إيش كم تبي تجلس؟
في النهاية مفترق أنت وهذا المال. إن لم يفنى ويزول منك في الدنيا رايح أنت تفارق هذا المال ويكون لغيرك. يعني يا تفارقه يا يفارقك. أبدا. الفرقة حاصلة حاصلة. حاصلة حاصلة. لكن فيه مال أنت وياه مجتمعين ما راح تفارقون. الله. وش هو المال هذا اللي أنت وياه تبي تكون مجتمعين؟ هو الصدقة. وهالمال بيكون سابق قدامك ينتظرك قدامك. هالمال مواقفه معك اللي أنت تحطه الآن المال هذا مواقفه معك ما تكون لك في الدنيا ترى. يكون لك محزم قدام مثل ما يقولون هالحين محزم. وداعه قدامك بيكون نفع لك بيكون قدام. أول فائدة تستفيدها الناس يا إخواني تحت حرارة الشمس. في يوم أمك تجيك اللي هالحين يا إخواني لو أمهاتنا يجنا فدينا أعمارنا وسوينا الغالي والنفيس وتجي أمك يوم القيامة وتقول لك حسنة نفسي بس نفسي. حسنة واحدة ما بي منك شيء كثير. يقول نفسي نفسي. يقول نفسي نفسي وأنت تحت حرارة الشمس. ما المستعان. ترى في صنف ذكره الأخوان سبقوني فيها المال اللي ودعوه الآن اللي سبقهم جالس ينتظرهم حتى يظلهم عن حرارة الشمس. الله. إليه مثل ما قال أخونا وشيخنا يقضي الله بين العباد. انتهت مهمة هذا المال لا. المال هذا إيه يبي يقيك النار. اتقوا النار ولو شق تمره. يبي يجي هذا النار ويقيك هذا المال بيجي ويقيك النار. وإذا وقاك الله النار وأبعدك الله عن النار يكون مصيرك الجنة. إذن الفائدة الثالثة من مالك أدخلك الجنة. ويمكن ترى يا إخواني أعمالنا والله ما ندري وش اللي قبل منها يا أبو عبد الله. يمكن ما يقبل منا يا إخواني في هالأعمال اللي نسويها إلا هالوقفة اللي نشارك فيه. يمكن ما يدخلنا الجنة يا إخواني إلا هالثلاثمية أو المية وخمسين أو الميتين أو الخمسين اللي نحطها. حسنت. ما تدري وش اللي تقد أنت تعمل. ولكن ترى يا إخواني الموفق الموفق اللي إذا فتحت له أبواب الخير كان من أول الناس فيها. وهذا باب خير يا إخواني فتح لنا. والأعظم توفيق منه يا أبو عبد الله اللي يجون شيبانه مثلنا هالحين توقفت أعمالهم. الله. ثم يتذكرهم. ما عندهم أعمال. ثم جاء واخذ من الراتب هذا ثم حط بوقف اللي يشمله ويشمل والديه. ثم بدت أعمال والديه تدوم. ثم يوم يجون والديه يوم القيامة والناس في عرصات يوم القيامة إذا هو جعل لهم ظل. الله أي أكبر. أي بر أعظم من هذا البر يا إخوان. يا سلام. جعل لهم ظل يوم القيامة والناس يقضى بينهم في حرارة الشمس وأنت أبوك وأمك حطيت لهم ظل. الله أكبر. هذا أعظم نفع تنفعته. ويمكنهم رحلوا ما كان عندهم شيء في زمانهم يتصدقون أبانا وجداننا ما كان عندهم شيء. صحيح. فتجي أنت يا طويل العمر وتحط لهم ظل. ثم من الأعظم أيضا مالك هذا اللي قدمته هدية لوالديك يقيهم النار ويدخلهم الجنة. تكون أنت سبب أنك دخلت أبوك وأمك الجنة. أي نعيم أعظم من هذا النعيم يا أخوان. الله ينعيم. والله إن الموفق اللي يكسب أمور الدنيا هذه يا أخواني. فيا أخواني بادروا بالأعمال الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة فأن وراءكم إيش مرض معجز أو موت مفني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الإنسان ترى ما تدوم الصحة ولا تدوم العافية ولكن قدم دام أنك صحيح. يا أخي إحنا لو نطلع حنا وعويلنا ولا نطلع حنا وخيانا والله يا أبو عبد الله وليون أخواني دفعنا أكثر من الوقف. الأمر الثاني يا أخي أنت تحب فلان من الناس. أنا أحب أبو عبد الله أشتري له قرورة عطر ب600 شهره مخلصة. صح. ولكن أحط له بقيمة العطر هذا سهمي. أحط له سهمين سهم له وسهم الوالديه. والله أنا أعظم هدية قدمتها له والوالديه بعمل يدوم له. ترى يا إخواني ترى المحبة الصحيح والصداقة الصحيح إنك توصل صاحبك وصديقك للجنة وأنك تعمل بالشيء اللي يقربه لله جل وعلا. ترى الإنسان يا أخواني في هالدنيا في دار اختبار مثل ما قال أخونا. ترى من الزرع اللي تجعله الآن هذا الوقف هذا من الزرع اللي أنت تقدمه الآن لنفسك ولأهلك ولوالديك.
ترى اليوم الصرافة معك مستانس أنت فيها أن فيها الراتب، وبعد أسبوع بتقول ليتني سمعت كلام اللي المشايخ اللي قالوه، يوم تشوف الصرافة ما عاد فيها شيء تلقاك بتلحق لو بلها لا تبي تصدق. فحنا نقول لك يا أخي 100 ريال فيها الوقف وبتنساها، زيك يوم أنك تعبي بها بنزين وتنساها تروح تدور غير عشان تعبي، ولا زيك يوم تطلع تعشابها وتنساها. يا أخي الحين لو نقول ميتكم، أنا ذا الحين لو نقول ميتكم أبو جهاد، أحسبوا لي كم صرفتوا الأسبوع ذا، ما يمكن نسيتوا كلكم، بعضكم يمكن لو أقول وش تعشيت قبل أمس ولا قبل، يمكن ما تدري. صحيح. لكن كل ما ننفقه ننساه، لكن الصدقة لن ينساها الله تعالى. يا أخي الله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه. أحسنت. حتى الصدقة ذي شفت المية اللي تدفعها بالصدقة ذي يا أبو عبد الله، أسلم تبي تنساها لكنها محصاة لك مدخرة لك يوم القيامة. ولا ترى شوف الإنسان من طبعه أنه ينسى كل شيء. الإنسان يا إخواني يبكي على أبوه 3 أيام 4 أيام ثم يسلى ويعيش حياته وتلقاه يروح لدوامه ينسى ويروح المشاريع. والله يا مشي ابتسام في المقبره تقول دولا ما عاد بعاد بينبسطون حياتهم كلها. صحيح والله صحيح. بعد اسبوع وهذه حال الدنيا يا اخوان، وهذه حال الدنيا. لكن ما بين مولود ومفقود. لكن ترى يا شيخ اللي جعل ابوه بالوقف سهم تراه ما نسي. اللي جعل ابوه سهم وجعل لامه سهم في الوقف هذا والله انه ما نسي. تدري مره في برنامج وانه معروف جعله لوالديه ولو انه قليل، واعظم معروف انك تدخل والديك الجنه. في برنامج سابق واحد متصل ما هو يقول انا الحمد لله انفقت عن نفسي وانفقت عن والدي، انا انفق عن اجدادي وجداتي اللي ما حد قد انفق عنهم. الله اللي بعضهم معرفه يقول انا معرفهم انا. صحيح. شوف هذا ما هو بس الوالدين، حتى الجدان صله رحم هذا الموفق. وبعدين في نقطه يا شيخ ابو بجاد، انتم المشايخ برضه ودي اسلط الضوء عليها، لان بعض الناس برضه يحب المكاسب العجله الدنيويه. الصدقة تشوف ثمرتها في الدنيا كثير من القصص. أنا أعرف بعض الأشخاص زمان يا ما تذكرون كان فيها اشتراك في الاتصالات السعودية، تحط لك 10 ريال استقطاع مدري كذا، ترسل لك الاتصالات تحطها. فسأل قلت يا ولد أنت ميسر أمورك يعني وش ظنك أستر فيه؟ قال عندي رويت بذا كل شهر أخصص منه 50 ريال، 10 جمعية تيتا وعشرة جمعية مدري من قال وعشرة تحفيظ القرآن وعشرة مدري من قال، حاطه استقطاع من الاتصالات اس تي سي وكل شهر تاخذها. اول شيء فانا انساها والخمسين هذه ماشيه. ابو عبد الله انا بذكر لك قصه الواحد صارت معاه قبل 3 شهور. جته فاتوره الارمله ام ايتام، وهذا الرجل ترى يا اخواني ما دفع، ترى حتى دلالتك على الصدقه وعلى الوقف هذا تنال بركه ما يعلم فيها الله. مثل المنفقين. اي هذا الرجل يقول انا وضعت الفاتوره الظهر قال في حالة الواتساب أو كذا، يقول وتسددت الفاتورة ذي عن طريقي. يقول والله العظيم من تسددت فاتورة الأرملة هذه إلى يومك اليوم، ويتكلم معي أمس فيها، أني ما طفرت الحمد لله وأني ما أدري منين يجيني الماء الحمد لله. الله أكبر. مسلم بعض الناس قد يكون صديق عزيز فقط. صادق الناس لا محسنين صدقة لي أو لوالدين أو صديقك العزيز اليوم كان حي تفديه بنيته، ولو جاءك الله تعالى لبيعني بحتين. طيب ليش تنساه من سام؟ ترى يعني نغفل عنها كثير. والله والصديق أنا أشوف أنها أهم من الأخوة. تدري ليه؟ لأن الصديق يجي يوم القيامة يشفع الصالحين منهم، يقول الأخلاء نعم الصالح منهم يشفع في في في, في أخوياه يشفع في أصدقاء. ما انساه ما حييت. تدري وشو؟ جعلوا للوالدة والوالد وقف في أحد الأوقاف اللي كانت عندكم ماضي. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير وأنت تستاهل، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم الموفقين. آمين. ومن بركات الصدقة، تذكرت قصة قد قلتها في مقطع سابق، ولكن دليل على أن الصدقة ما هو بس يعني أجرها بتلقاها في الدنيا خل عاد في الآخرة. امرأة عندها استراحة أو مزرعة ما بين الخميس وأبها، ترى معروف القصة اللي قلت أنا، وكان عندها بقر واللبن والسمن غالي، تعرفون أنتم السمن هذا يبيعون العكك حقته بعضها على 500 على 600. هي وش تسوي؟ قالت أنا ما أملك في الدنيا ذي إلا البقر هذا، أنا موقفته لله
لا كانت مشهورة ما بين الخميس وأبها، كل يوم ما أخذت لها شغالها معها، كل يوم تحلب هذا البقر وتخب، هم تطلع اللبن الحال والزبد الحال، هم تحطه في ترامس وتحطه قدام الباب حق مزرعتها. الناس يقول لا جو يتقدم قالوا مروا على فلانة ناخذ لبن طبيعي، مروا على فلانة لا جوهم لها معبيته في الأكياس. يجون هالناس يقول بيعي منه خذي لو شيء راتب الشغالة، قالت أنا تركته لله جل وعلا وتمشي خلاص. المرأة موجودة والناس يعرفونها، وأنا قلتها في مقطع أقرضت الله ما تبي شيء. شوف كيف الآن، شوف النهاية وين، شوف كيف الله كافئها في الدنيا قبل الآخرة. ويقعدون ويجيك المهندسين وللخط اللي بين الخميس وأبها صار زحمة، قالوا نبغى دائري جديد ما بين الخميس وأبها اللي هو الآن عن الجديد الدائري اللي بين الخميس وأبها. يجي المهندس وكل ما خططوا عيت الأدقية جهزتهم إلا على مزرعة ذا المرأة. يقول والله العظيم والله انحلف لي رجال اللي روالي القصة ورجال ثقة من الرجال فيهم خير شغال في وزارة الداخلية في الرياض هنا، يقول والله يا أبو عبد الله إني رحت لين وقفت أنا والله يا الخط إنه جاين على الطاولة اللي كانت تحط البلنة فيه، وجاها مدري كم جاها مليون في هذا الأرض، وقدها الآن من أثرياء خميس مشيط، وهي من أول ما كان عندها لذا البقرتين اللي يمكن بعضكم أول ما قلت القصة قلت عندها بقرتين يمكن بعض الناس تحقرها، لكن الصدقة مهما تقل ترى عند الله كبيرة، لأن الله ما يبغى الصدقة، الله يختبرك بس هو اختبار. نعم هي هي من اللي درى عنها اللبن طيب. تحطه محدرة وتروح. النبي يسلمكم قصة السامعين الله بالشحم والعلم الطيب ومن اسمه.